بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صوت تمام كده يا جماعة؟ كله تمام؟ كده النهاردة هنتكلم إن شاء الله عن الديناميك بلوك. بعد إذن التأخير يا جماعة، بس المشكلة كان عندي في النت، المرة اللي فاتت كان النت عندي ضعيف. الصوت كده تمام يا جماعة المرة دي؟ إحنا اتكلمنا عن اللايرز، وبعدين التكست والانوتيشن والتيبلز، والنهارده الديناميك بلوك ان شاء الله. بالنسبه للحاجات اللي فاتت، في اي اعتراض يا جماعه؟ مهندس ادم بيقول مش هينفع ان انا اتكلم بس. انتوا اولا لازم تكونوا متفاعلين معايا وتعملوا الخطوات معايا، بس يعني اذا سمحتوا انا هعمل خطوه واقول لكم اتفضلوا، عشان بس ما حدش يبعد عن الشاشه ويفتقد حاجه. انا هعمل خطوه واقول لكم جربوها، وهحط مشاكل في النص كده ونحاول نشوف لها حل. تمام كده يا جماعه؟ اللي عايز اتفضل بقى. ازيك يا استاذ حسن؟ ازيك يا فندم؟ معاك احمد آدم يا فندم، ازي حضرتك؟ ازيك يا باشمهندس، عامل ايه؟ الله يخليك يا استاذ حسن. طيب نبتدي بسم الله. الناس كلها صوت واضح معاها؟ توكل على الله يا باشا، لو اتفضل. حد مش معترض، لو حد مش صوت طعمه مش شغال، انا سامع صوت واحد بس، فلو حد عايز يعمل يفتح انميوت ويتكلم. تمام يا جماعه، هنتكلم عن الديناميك. الصوت واضح، توكل. هو ايه الديناميك بلوك؟ كده ده بلوك معانا دلوقتي، بس حجمه ما بيتغيرش. لو حبيت انزله في اي مكان تاني ثابت. طيب انا عايز اعمل بلوك، بس ايه هو الكتله بتغير. حضرتك هتشرح دلوقتي ازاي نكاري الديناميك بلوك، مظبوط كده؟ نعم تمام. اول حاجه هفكر فيها، انا عايز البلوك بيبتدي منين. دي اهم حاجه. انا عايز الانشائيين بقى، او الباب او شباك، عشان في معماريين عندنا هنعمل بشباك. ده الشباك يا جماعه بيبقى فيه الحيطه مثلا ولتكن 200. نشوف واحده عندنا بس كام، يبقى كده كبير قوي اهو. الحاجات دي جاهزة، بس أنا مش عايز أبتدي حاجة جاهزة، أنا عايز أبتدي إيه من الأول خالص، سكراتش فروم سكراتش، من البداية خالص عشان نحس بالموضوع ونبتدي فيه. تمام، فنرسم شباك هنا. الشباك مقاسه كام؟ أقل شباك اللي هو 60 سنتي بتاع الحمام. في شباك ممكن يعمل أصغر من كده يا باشمهندس؟ الحيطة عندنا، هنقول الحيطة عندنا 200 ميس ديستانس. نشوف الحيطان كام، هنلاقيها 200. طيب الشباك ده عايز اعمله متغير للحيطان، في حيطه 12 سنتي 20 سنتي و25 سنتي، في مسافات مختلفه، فانا عايز اعمله العرض ده متغير. دي نقطه. النقطه الثانيه، العرض ده طول الشباك نفسه بقى متغيرين، يعني الاتجاه ده كده ماشي، وفي الاتجاه ده كده متغيرين. تمام، اول حاجه هعملها ايه؟ هروح فاتح مكان الشباك عشان افتح، عشان اللايرز. هعمل اللاير بتاعتي، هقول لاير، في اتنين لاير هنعملهم، اللي هو الوال. طبعا احنا يعني هنتجاوز بقى عن حته ان احنا نسمي اسامي بطريقه معينه، هنتجاوز عنها. وفي اللي هي الويندو، هنخلي الوال مثلا لونها اخضر والشباك لونه أزرق.
ده شباك كده يا جماعة عادي، في هنا الحيطة بتاعت الشباك، حيطة حرف الحيطة، والحيطة هنا والحيطة هنا، تمام كده يا جماعة. عايزين بقى نعمل ده بلوك. البلوك عامة الشباك لا هيبتدي من الحرف، لأن هو هيبقى بدايته الحيطة ويبتدي يكبر ويصغر ويقصر، تمام. فأنا هاخد ده كله كده وأعمل له بلوك وأقول له منذ 600 أهو. تاني بيج بوينت هنا وال ويندو 600. متفقين كده يا جماعه؟ طيب البلوك ده عايزين بقى نحوله دايناميك بلوك. هو بلوك عادي جدا، عايزين نحوله، هنعمل بلوك اديت تمام، ونحوله باستخدام الاوامر دي. ادام استخدمنا الاوامر دي معاه هو هيتحول كده دايناميك بلوك لوحده كده، دايناميك بلوك. طيب الادوات دي ايه؟ ناخد نظره سريعه عليها الاول. في البراميترز اللي هي اتجاه الحركه هنعملها فين، هنا في من نقطه ما، هنا لينير خط مستقيم، هنا خط غير مستقيم، هنا اري، روتيشن، الاينمنت، فليب، فيزيبيليتي، ولوك اب، والبيز بوينت، تمام. دول ثابتينهم. الاكشن بقى هو الحركه اللي عايز اعملها عليه. فهنبتدي من النقطه من الاول، بس هناخد هنا ونحدد احنا عايزين من النقطه دي للنقطه دي كده. الاساسي بتاعنا يا جماعه ان هو بيبقى فيه اسم، دي زي الديمنشن بالظبط، بس هو اسمه الباراميتر. هنعمل له اديت، هنلاقي الحاجات اتغيرت، هنقول له ايه لينكس. تمام يا جماعه. طيب الشباك بيكبر منين؟ ده الكتف بتاع الشباك اللي هو ده، اللي هو الجزء ده الكتف بتاع الشباك، والجزء ده كمان بتاع الشباك، كتف الشباك. كتف الشباك بيبقى ثابت، واللي بيتغير بيبقى من نص من هنا. يعني انا عايز اكبر، هقول له الحته دي كده هي اللي تتحرك معايا، الجزء ده هو اللي بيتحرك معايا، فالجزء ده اللي بيتحرك معايا، فالباقي هيكبر معانا، تمام كده. فانا عملت الباراميتر. اخش بقى على الاكشن. انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل ستريتش. ستريتش اهو. نتتبع دايما الكتابات اللي تحت في الكوماند لاين عشان هي بتساعدنا قوي. بيقول لي سيلكت باراميتر، هاخد باراميتر اهو، وبعدين بيقول لي ايه سبيسيفاي ستارت بوينت. هو بصوا يا جماعه، هو ملاحظين ان النقطه الحمراء اللي ظهرت دي في بوينت حمراء ظهرت اهي، وفي واحده هنا اهي. فهو بيقول لي انت عايز النقطه اللي بتتحرك انهي، فانا عايز احرك الجزء ده اللي اتحرك، فهدوس الناحيه دي، تمام. بيقول لي سبيسيفاي فيرست كورنر اوف ستريتش فريم، الجزء اللي هيتحرك، فانا هقوله الجزء ده كده اهو، من هنا لهنا كده، تمام. بيقول لي سيلكت اوبجكت، هروح برضو سيلكت الاوبجكت ده هي. ما تقلقوش، هو اذا كان حدد الباراميتر نفسه او المربعات ما تقلقوش، هو الاوبجكت عندنا بس هي اللي بتستعمل معانا. خلاص كده خلصنا سيلكت اوبجكت، هنقول له انتر عشان اعتبر خلصت كده، تمام. راح قايل له بقى ايه راحت فين، اهلا وسهلا بالاخوه الجميع اللي لسه داخلين دلوقتي. احنا لسه مبتدئين. اللي بنعمله احنا دايناميك بلوك. الدايناميك بلوك، الدايناميك بلوك هو ايه؟ احنا بس هنمسح ده بقى عشان ايه، معلش الاخوه الجداد اللي جم، هنزود الحته دي بس. بنرسم احنا عايزين نعمل شباك. احنا رسمنا الشباك في الحيطه، ادي الحيطه بتاعتنا اهي، وده الشباك اللي احنا رسمناه فيه، تمام كده. فاعمل له بلوك اديت، اوكي. الاوتوكاد الديناميك البلوك العادي هو بلوك، ازاي احوله ديناميك بلوك؟ ان انا استعمل البارامترز
مع الاكشنز. تمام يا جماعه؟ فانا هاخد دي البارامترز عندي، البارامترز دي لو عايز احرك من نقطه معينه دي لو خدت لينير كامل دي لها زي المستقيم افق او راسي، والبولر اي نقطه في اي حته، وبعدين ده الاري الروتيشن الاينمنت. طبعا هنخش عليهم كلهم واحده واحده. هنا الاكشن بقى اللي ده انا هنا بقول له اتجاه الحركه بتاعتي، الاكشن بتاعي انا عايز اعمله اتجاهه ايه، بختار من هنا، وبعدين الاكشن نفسه هو بيبقى هنا. فانا عايز سكيل او ستريتش، بولر، روتيت، فليب، وهكذا. طب هنعمل ايه اول حاجه؟ اول حاجه لازم ناخد لينير اهو من هنا لهنا. دايما بعود نفسي ان 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 اتجاه الحركه فين اللي انا عايز اعمله ستريتش هو الحته دي، فهي خليها النقطه الثانيه. يعني ما اخش ما اجيش على اللينر انا عايز احرك الجزء ده اروح عامل كده، لا هنعرف ليه دلوقتي بعدين. تمام؟ فدايما الحركه دي نخلي بالنا ان انا لما اجي احرك تبقى النقطه الثانيه. طب ليه؟ عشان انا النقطه دي ما تظهرش عندي، النقطه الثانيه ما تظهرش عندي وتعمل لي العلامه الصفراء دي، فانا بعمل سيلكت على الباراميتر واخليه هنا اخر حاجه في البروبرتس. هلاقي حاجه نمبر اوف جريبس هم اثنين، هخليهم واحد عشان تريحني ما تتعبنيش. عشان كده معنى العلامه صفراء يعني في جريب مش متاخده مش معمول لها اكشن، فكده بحس ان الايه الشغل عشان شغلي يبان. طيب نخش اكشن بقى عليه، سكيل ولا ستريتش؟ عايزين نعمل ستريتش، عايزين نشده كده اتجاه ده. تمام؟ فنمشي هنخلي بالنا من الكوماند لاين تحت، بيقول لي سلكت باراميتر، ادي سلكت باراميتر اهو، بيقول لي سبيسيفاي باراميتر بوينت تو اسوسييت وذ اكشن. فهنا بيظهر دايره حمراء، بوينت حمراء اهي، نقطه حمراء هنا. لو انا عايز احرك من النقطه دي بقف عندها، لو عايز الناحيه الثانيه بقف الناحيه الثانيه كده، هيبقى دي. طبعا انا عايز الناحيه دي، فهدوس قريب منها لغايه لما تيجي دهيت واقول له ادوس عليها كده اختارها. بيقول لي سبيسيفاي فيرست كورنر اوف ستريتش، انا عايز احرك الجزء ده كله كده، فالكورنر اللي هستعمله هيبقى من هنا لهنا كده. او بيقول لي ايه؟ بيقول لي سبيسيفاي اوبوزيت كورنر، اوكي. يبقى هو الاكشن اللي هيتاخد في الحته دي بس. طب لازمته ايه المربع ده؟ هنعرف بعدين هيبقى هيفرق معانا في ايه. مثلا هنا ده مش هيتحرك معايا، الجزء ده مش هيتحرك معايا، انا عايز اقول له بس الحته الجرابس. نكمل بس ونشوف عشان بس نعرف نشاور اهو. بعدين بيقول لي سيلكت اوبجكتس اهو كده، خدنا الاوبجكت هنا. بعدين تمام اقول له ادو انتر كده اتعملت معايا. طيب لو حبيت يا جماعه بصوا لما امسك الاكشن ده بيظهر لي نقطتين هنا اهو، ده المجال بتاعي عشان اتاكد من نفسي ان انا مظبوط. تمام اروح اقول له كلوز وسيف تشينج، اقول له يس. جينا هنا هنلمسه كده هنلاقي النقطه ظهرت هنا اهي. فاكرين الحركه اللي عملناها اللي هي بوينت نمبر اوف جريبز وخليناها واحد، كان هيظهر المثلث هنا زي ده، المثلث السيان ده زي هنا كان هيظهر هنا وهيتعبنا. طب هنا الشباك اتعمل خلاص. طيب نيجي بقى يا جماعه نكبر من 60 نخليه 100 كمان. فانا عندي اهم عندي في البلان بتاعي في ثلاث شبابيك، واحد هنرجع ده ثاني اهو، ده 60 اللي عملنا عليه، ده 70، ده 80، ونحركه 100 كده. طب انا عايز نفس الشباك بنفس الاسم اللي هو ويندوز 60 بس. تمام هحركه هنا، هروح ماسك الجريب دي وحركها كده، ماسك الجريب دي وحركها كده، ودي ثابته مكانها كده. تمام يا جماعه؟ طيب تحبوا نجرب النقطه دي؟ اللي عنده نفتح الشات. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا كررناهم ثلاث مرات ليه دلوقتي؟ انا عايز اوري حضرتك انا بعمل الاستريتش ليه. يعني انا عندي حضرتك بتحط شباك مثلا، انت حضرتك معماري بتحط شباك، فانت مش هتحط لكل مقاس شباك، صح كده؟ تمام. انت الاول كنت تحط كل مقاس شباك. طب احنا عايزين نعمل شباك واحد ونستخدمه كذا مقاس، يعني عندك مقاس ضرفتين، شباك الضرفتين من مقاس كام لمقاس كام؟ من متر لمتر 20.
طب انت عندك متر ومتر 5 ومتر 10 ومتر 15 ومتر 20، ده حسب التصميم، حسب ما انت حضرتك عاوز في الواجهه، فانت بتحطه في بينزل في البلان. فالتعديل متر ومتر 5 ومتر 10 ومتر 15 ومتر 20 اربعه، فانت عايز توفر على نفسك البلوكات، مش كل شويه تعمل بلوك بعرض واسترتش والحاجات دي كلها. فاحنا بنعمل بالشكل ده، تمام كده؟ تمام. جه شباك تاني اكبر منه اهو نفس الحكايه، اروح عامل اهي كبر اهو، اروح ماسك السهم دي ده وكل اللي هعمله اني امسك السهم واحركه كده، تمام يا جماعه؟ مش واضح، حاضر نغير. طب دي النقطه اللي جاي لها الاساسيه التانيه، جه هنغير اللون نخليه مثلا خليه اخضر، احنا خدنا خليه احمر، شباك احمر. ناخد الحيطه دي نحطها في الحيطه في كده، واضح يا جماعه؟ الاسترتش والاستنز طيب ادي اهو، انا مش فاهم، مش عارف ايه الاستند، الزوم الاكستند، زوم اكستند والاسترتش هو الاسترتش الامر. المهندس عماد غنيم بيقول ايه الفرق بين الاسترتش والاكستند، هي فين الاكستند دي؟ انا مش انا عارف زوم اكستند في في الزوم. طيب السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله. الله وبركاته. لو سمحت يا باشمهندس، لو كنا عايزين نضيف تكست مع الشباك بحيث ان لما اعمل الاستريتش اسم الشباك كمان يظهر معاه، وهل لو انا اشتغلت دوت مثلا لواحد ل 1000 ينفع اشغله برضه واحد ل 500، ولا هيبقى كل سكيل هعمل له دايناميك لوحده؟ جزاكم الله خيرا. تمام، هنرجع للانوتيشن بتاعنا. انا عايز البلوك ده عايزه دينامي، عايزه يتاثر بالانوتيشن ولا لا؟ دي نقطه هعمله. لو عايزه يتاثر بالانوتيشن هعمل بلوك اديت، بلوك اديت بي اي، واقول له هنا انوتيتيف، هو بيقول انوتيتيف اقول له نو. لو انا عايزه انوتيتيف هيبقى اقول له يس، لكن انا عامله نو عشان ما يتاثرش بالسكيل، ما يتأثرش بتكبير وتصغير وتصغير اللوحة. دي حكاية البلوكات اللي هي ده الموضوع اللي اتكلمت عليه المرة اللي فاتت، اللي هو الانوتيشن، لما عايز اعمل بلوك انوتيشن او لا. تمام، ده السؤال الاول. السؤال الثاني، عايز احط تكست عليه. حاضر، التكست بس احنا عايزين نثبت بس النعش ونبتدي نغير في راحتنا بقى. انا عايز بس نعمل اللي مش يا جماعة، اللي عارف او شكله غريب، لان انا بحب 2014 بصراحه، 2020 و19 و21 اشتغلت عليهم بتقال تقيل. انا بصراحه انا عن نفسي طب خليك كلاسيك يا دكتور. نعم، بقول لك هو حضرتك الشاشه كلاسيك عشان مش واضحه عندي، معلش. هي كلاسيك. شكرا يا دكتور. هي الاوتوكاد كلاسيك. طيب هسيبكم ديت. وهو لو في تكست مع الديناميك بلوك ده أيوة. هيحصل له برضو، هيحصل له استريتش مع مع البلوك. ما احنا هنجرب الحاجات دي كلها. حاضر. تمام. حاضر، بس انا عايز ابتدي بس ايه، اول نقطه اللي بتاخد وقت، اول نقطه بتاخد وقت بس سنه، بعد كده بتلاقي الحاجات بتمشي. في مشكله اخر المحاضره لو رجعنا على النقطه اللي هي بتاعه الرايزر اللي حضرتك شرحتها الخميس اللي فات. رايزر ايه؟ ال ال اللي هي بتاعه الليفلنج، تغيير الليفلنج من ملي متر لمتر. انا رفعت الدروس كلها على اليوتيوب ومنفصل، كل واحد درس بتاعه منفصل. يعني كل محاضره هتترفع على اليوتيوب مرفوعه اوريدي، وبعت حضرتك بص على مجموعه الواتس ومجموعه التليجرام هتلاقيهم موجودين. طيب كل تمام، كل لوحدها موجوده. طيب تمام، وشوفها لو كده ارجع لي برضو في اي حاجه انا حاضر يعني. تسلم تسلم يا باشا.
طب كلكم جربتوا جماعه النقطه دي؟ تمام، في حد لسه ما جربهاش؟ دي بدايه الايه الدايناميك بلوك. حد لسه ما جربهاش؟ حاضر. في اخر المحاضره هنزلهم. حاضر الاثنين. حاضر. ادخل يا جماعه اكمل. طيب نرجع للبلوك ايدي الثاني. في بقى متهيألي كده نسرع شويه بقى يا جماعه، الريت بتاعنا نسرع عشان هنخلص. تمام. انا عايز احط اتريبيوت مثلا، هنعمله ريكتانجل هنا كده التكست بتاعه. بلاش الريكتانجل ده عشان عايزين نكبر. ولا دي ديفينيشن ويندو نمبر. دبليو 0 تمام كده يا جماعه، مش ده الاساسي بتاعنا، ده 2.5. هنخليه بوتوم سنتر عشان نربطه مع مكانه مع الشباك. نقول له اوكي وهنحطه هنا. طيب هندخل على 1:50 عشان نشوف شكله وندخل له السكيل 1:50 بتاعنا. ده مش انوتيشن، هنقول اعمله انوتيشن. يس بيبر تكست تايب 2.5 اهو يا جماعه. تمام كده. تعالوا نجرب حاجه كده دلوقتي، هنقفل نقول له سيف تشينج. ما ظهرش، حد عارف ليه؟ هنعمل اتريبيوت سينكرونايز انتر سيلكت، نقول له ده انتر، ظهر معانا اهو. بس مش كبير ليه؟ عشان مش 1:50. ريجن مش عايز يتربط. طيب هنعمل كده، نرجع 1:1 ونحط ونفتح دي ونقول 1:50. صحر نقفلها تاني. تمام كده يا جماعه. طب عايزين نجرب حاجه بقى، ان احنا نخلي الشباك ده كبير كده. تكست فين؟ لسه ما اتحركش، واقف ليه؟ لان لازم اعمل له اكشن بتاعه او اشركه في الاكشن. تيجي نشركه في الاكشن بتاعنا ده اهو. هنقف على ده ونعمل رايت كليك اكشن موديفاي سيلكشن ودوس انتر. بقول له سيلكت اوبجكت تو اد اهو، هدوس على ده اد انتر. طيب عايز احط بس ايه، احطها بس حاجه كده الاول، هخلي ده نو دلوقتي واقول له اوكي سيب تشينج اهو. شفتوا يا جماعه؟ جه معانا. طب انا عايزه في النص هنا، ماشي. طب هعمل ايه؟ نخش ندور على حد. ممكن نعيد الحته دي تاني بس يا باشمهندس حسن؟ حاضر. انا عايز احط تكست، تمام، وعايز التكست يتحرك نص المسافه بتاعت الاكشن ده. في عندنا باراميتر اهو وفي اكشن، الاكشن ده بيتحرك مع الباراميتر. طب انا عايز ده يتحرك نص المسافه بتاعت الاكشن. الاول هطلعه من السلكشن سيت بتاعنا، لازم يا جماعه خلي بالكم، لازم يبقى لوك بوزيشن. ماشي يا جماعه، لازم يبقى لوك بوزيشن. ده يتعمل له اكشن جديد، لان ده انا عايز ده اكشن واحد وده اكشن عايز نص المسافه. اقول له اكشن جديد، اقول له اهو الباراميتر اهو، النقطه هي برضو سيلكت اوبجكتس اللي هو ده. اقول له كلوز سيف اكستند، برضو بيتحرك معايا المسافه اهو، نفس الاسترتش. انا عايزه نص بس يا جماعه،
انا عايز اقول له اعمل نص بس. هعمل ايه؟ طب ندور على حل كده يا جماعه، نشوف نمسك الموف ده ونشوف السليكشن بتاعه هنا، البروبرتيز بتاعته، الاكشن بتاعته اهو، في مالتيبل ديستنس مالتيبلاير اهو، ده واحد نخليها 0.5. تمام كده يا جماعه، اقول له اوكي نجرب. شفتوا يا جماعه في النص ازاي اهو، نكبره هيجي معانا في النص. واضحه النقطه دي؟ يبقى كل الشبابيك دي جت معانا في النص دلوقتي. حتى لو جينا نعمل خط كده طولي اهو، بصوا يا جماعه ده هنا في النص، ده متحرك شويه لان هو مع النص ده. هنيجي نعمل كده هنلاقي فعلا في النص اهو، هنعمل هنا هنلاقي في النص كده، هنلاقي في النص ده كده. متفقين كده يا جماعه؟ كده عملنا شباك. طيب عايزين نعمل الشباك الكبير شويه بقى، ده ناخده اللي هو سيف بلوك از، بدل ما هو ويندو 60 هنخليه ويندو اللي هو المتر. المتر ده هو بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه في النص، بيبقى فيه في النص فاصل في النص، صح يا جماعه؟ هنرسم اهو الفاصل ده كده، نحط في النص لان هو بيبقى كده. دي بتتحرك معانا، بتتحرك معانا النص. هنعمل لها ايه؟ نعمل لها نفس المبدا برضو، احنا شايفين على الويندو 1000، هنعمل له ستريتش تاني بقى. انا ممكن اعمل اكتر من اكشن على باراميتر واحد، اه ممكن اعمل سيلكت على النقطه دي برضو. ايوه هيقول لي اختار الشكل، هقول له انا عايز ده هنا. شوف يا جماعه مختار فين بس، عشان احرك، عشان اختار النقطه دي ودي 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 ودي، الاربع نقط دول اللي هي دي ودي 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 بتوع المستطيل اللي في النص، والنقطتين دول بتوع الخطوط دهيت. فبقول له سيلكت اوبجكت، هيقول له سيلكت اوبجكت، هقول له دول بس. ليه ما اخترتش من بره؟ لان ممكن ده يجي معايا الخط الخارجي ده يجي معايا، فانا خدت دول بس كده. خلاص خلصت، هقول له انتر. تمام، اقول له كلوز سيف. هناخد دول بس، الحيطان بس كده عشان ننزل على الشباك الجديد. اقول له انسرت الويندو اللي هو 1000. اتحرك معايا، حد عارف ليه اتحرك معايا؟ ما اتحركش نص المسافه. الصوت سابق. انا كده يا جماعه اتحرك معايا النص، ما اتحركش معايا النص، اتحرك معايا على طول. ليه؟ لان انا ما خدناش، عملناش نص الحركه اللي هو مالتيبل من واحد. تمام. طيب انا عندي اتنين ستريتش اهم، صح؟ تمام، عندي اتنين ستريتش، اعرف واحد فيهم لو دوست عليه هيبين لي الجرابز هنا، هي يبقى هو مش ده اللي احنا عايزينه. نشوف الاستريتش الثاني، اه هو ده. نعمل ليكت ونرجع للبروباتس، هنلاقي ديستنس مالتبلاير هنلاقيه 0.5. تمام كده يا جماعه، شوف يا جماعه اتحرك معانا ازاي. تمام، حد كده كمان نقطه تحبوا تجربوا؟ خمس دقايق للتجربه.
نكمل. نكمل ان شاء الله. عندنا مثلث يا جماعه اهو، عايزين نحركه، ده مثلث قائم الزاويه، متفقين؟ عايز اكبره بنفس شكله ده. هنجرب الباراميتر، نحط باراميتر عادي هنا اهو، انا عايز احركه كده، واخد دي خليها واحد. انا عايز احرك يا جماعه ده النقطه دي كده والنقطه دي كده، واضحه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا هندسة، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. ازيك يا باشمهندس، ربنا يكرمك. انا اسف معلش، جيت متاخر بس في المحاضره، فما حضرتش الشرح الاولاني، جيت في اخره كده. ما مش كنت بتعمل ايه؟ احنا بنشتغل في الديناميك، بنعمل الديناميك بلوك. طيب انا خدت بالي من الديناميك بلوك. ممكن بعد حضرتك بعد اذن حضرتك تشرح ده بقى بالتفصيل، عشان بس ما حضرتش الاولاني. يعني هيتشرح كل حاجه بتتعاد تاني، ما تقلقش. خلاص ماشي، انا بس عشان ما كنتش احضر المثال الاولاني، انا بطلع من لا ولا يهمك، بس هي اصل هي كلها مترتبه على اللي قبليها، فاللي قبلها بنشرحهم من تاني. خلاص ماشي، شكرا جدا هندسه، جزاكم الله خير. تسلم يا باشمهندس، حياكم. احنا عملنا مثلث يا جماعه قائم الزاويه هنا اهو، وعايزين نحرك النقطه دي كده في الاتجاه ده والنقطه دي في الاتجاه ده، تمام؟ هنعمل الصوره بتاعتنا العاديه، ان احنا نعمل اكشن ستريتش النقطه دي، هناخد دي وناخد كده وناخد كده، هنيجي ناخد نقول تيجي نجرب نشوف هيحصل ايه. ها ده عمال يتحرك معايا، دي عايزه، انا عايز دي، انا خدتها معايا بس عايز دي تتحرك لفوق، هعمل ايه؟ طب نجرب حاجه ثانيه كده نشوف، لازم نلاقي لها حل يعني، هو مش العالم دول، لازم لها حل. طب ننزل دي كده، في هنا يا جماعه ايه؟ اه في هنا انجل اوفست اهي، دي معناها بيقول لك انت الاكشن اللي هيحصل ده هيتاخد في اي اتجاه، فهي زيرو هو اتجاه الحركه. بعدين نلف كده 90 180 270 360. طب يبقى ناخد الاكشن ده نعمله ديليت الاول، نعمل اكشن تاني بقى من الاول تاني خالص، هنعمل اتنين، هاخد ستريتش، هاخد النقطه دي، تمام، هي دي ودي، انتر، واعمل تحت تاني ستريتش من ده على النقطه دي برضو، بس هنا في المستطيل ده هي الحته دي، تمام. هنيجي هنا في دي هنقول له هو واحد فعلا، بس خلي دي 90، ونقول له اوكي، نقول له كلوز، تيجي نجرب كده اهي. شايفين يا جماعه بتتحرك ازاي؟ الله، تتوقع يا جماعه بتعمل ليه كده؟ نجرب تاني. طبعا يا جماعه انا بحط لكم المشاكل اللي بتقابلنا وطريقه حلها. النقطه دي اتثبتت مكانها واتحركت لفوق، ودي اتحركت لكده، انا عايز دي تتحرك، دي النقطه دي والنقطه دي يتحركوا مع بعض كده، بس دي زياده عليها، النقطه دي تتحرك زياده لفوق، يبقى هنعمل ايه؟ يبقى هنلاقي ان ليه لازم ناخدها من هنا كده بالطريقه دي. ماشي يا جماعه، ونقول له بقى نعيد بقى الحد اكشن، نقول له موديفاي سيلكشن سيت اهي، تمام، هو كبير كده فعلا، ونقول له سيلكت اوبجكت، هحاول له سيلكت اوبجكت اهيت، انتر، تمام كده. طبعا ده الاكشن بتاعنا العادي، والاكشن الثاني اللي هو بيحرك النقطه دي لفوق، تيجي نجرب، نقول له اوكي سيف، اه فعلا اتكربت، هي فعلا اتظبطت اهي فعلا. واضح المثال ده يا جماعه؟ كده يا جماعه شفنا بقى، خدنا بالنا من حكايه ال
حكايه المسنب الديستنس مالتبلاير والانجل. الثانيه ديت تلاقي الديستنس اهي انجل ديستنس واحد عادي جدا، ولكن الانجل. طب انا بقى لو عايز اخلي الحركه اتجاه هنا واحد واتجاه هنا نص المسافه، هروح بكل بساطه اروح ملامس الاكشن ده واروح هنا هقول له 0.5 اهو. نغير كده اهو، شايفين يا جماعه؟ لو جينا ناخد دايره من هنا كده نشوف هنلاقي المسافه اهي جت في النص. طيب نخش حاجه تاني. في ناس بتعمل ايه بقى؟ انا لو عندي سيستم كامل وجاهز واللايرز مظبوطه وكل حاجه مظبوطه، بخلي اللايرز بتاعت الويندو ديت بخليها على ايه؟ على الزيرو عشان تاخد لون اللاير، واجي احط خطين هنا بتوع الحيطه واخدهم على اللاير بتاع الحيطه. معايا يا جماعه في الحته دي؟ خدت بقيه فنيه شويه عشان ايه؟ بتوفر علينا الشغل شويه كتير قوي. وبعدين اخدهم على اللاير بتاع الحيطه. انا بعمل كده ليه؟ لان لو عندي عايز اعمل حاجه اسمها alignment، اللي هي عايز اعمل alignment في النقطه دي هاي مثلا هنا كده يا جماعه. تمام. دي لازمتها ايه؟ نقول close كده save. انا خدتها وانا على اللاير زيرو ليه؟ عشان لما احول اللاير بتاعها في هنا في اللاير ويندو تبقى معايا شغاله. وليه خدنا النقطتين دول؟ عشان لما ارسم حيطه جاهزه كده هي دي الخطين اهم معايا خلي واضحه يا جماعه معاكم شويه بس الله يكرمكم اهي. فانا هشتغل الشغل بتاعي كله كابي اهو. الشباك ده هيكبر شويه وده هيصغر شويه اهو. عايز اشتغل بقى هودي على الويندو هناخد ده معانا في الحركة دي. الاكشن ده هقول له زود الخط اللي احنا حطيناه جديد عشان يجي معايا. هتوفر علينا النقطة دي يا جماعة. هروح اقفل اللير بتاع الويندو تمام. هلاقي هنا ايه؟ الويندو تشير. هروح اعمل ترم بقى هنا ترمات تبقى الترمات معايا بسرعه بقت جايه معايا على طول لو طبعا الايه الشكل كله جاهز. طيب انا عند بقى عايز دهوت يا جماعه خط اهو مايل زي ده كده. انا عندي دي الغرفه ديت عامل لك سويت بس البلوك ده عشان ايه نستعمله كغرفه. هنقول ان ده غرفه يا جماعه اوفست 120 خليها 200 بس معانا الاول. عايز اخد بلوك اللي هنا بقى اظهره همسكه من النقطه دي. ده مش الالايمنت بتاعتنا. همشي هقرب على الخط كده بقى. تلاحظوا يا جماعه فين اهو؟ تلاحظوا يا جماعه اهو هلمس اتحط هنا اهو. عايز اعمل الناحيه الثانيه حسب ما هقف من ناحيه الخط. يعني المره دي هقف فين؟ انا واقف فين اهو واقف كده. طب الناحيه الثانيه هقف بره الخط الناحيه الثانيه اهو جه الناحيه الثانيه. لاحظتوا دي يا جماعه؟ فانا عايز اعمله هنا اروح اعمله من هنا واجي من هنا عمل نيرست اهو يا جماعه واروح حاطط هنا كده هتلاقي متفقين. النقطه دي واضحه عشان دي مهمه. هو ده الالايمنت هو كده ده وظيفته ان انا اعمل له لان الحيطه عندي لو سليمه ماشي لو مش لو حيطه مايله. وعاده المعماريين بيعملوها كده اهي مايل معايا خط مايل باي شكل بقى مش هقعد اسمه مثلا الزاويه بتاع يعني مش هقعد اقول مثلا ايه ده الانجل بتاعته كام ده 209 اهو اروح جاي على البلوك واعمل 209 ولا هو بياخد ده عشان اخدته من الناحيه الثانيه هبتدي ارفعه من الناحيه دي كده هلاقيه
اتقل. تمام تمام طيب نعمل بلوك اديت تاني. احنا خدنا اللينير وال الالاينمنت الفليب. طيب في حركه ثانيه عايزين نعملها برضو ستريتش هنا الثاني اللي هو عرض الحيطه. ناخد لينير ثاني هو ده. ناخد نقطه واحده لان احنا عايزين نقطه واحده. وانا خدت النقطه الثانيه هنا ما خدتهاش العكس تحت هنا عشان انا عايز ده اللي يتحرك. وهقول له الاكشن بتاعي بقى ستريتش دي سبيسيفاي بارامتر بوينت اللي هي النقطه دي برضو. هقول له هو كده هنا حرك لي الجزء ده. تمام انا عايز احرك الحته دي برضو المسافه النص. انا واخد ستريتش تاني النقطه دي من النقطه دي برضو. بيقول لي سبيسيفاي فيرست كورنر اوف ستريتش فريم كده كده. بس اشيل منهم دي ودي فهقول له انتر. تمام اجي اشيل منهم بقى ايه هعمل حاجتين هنا. دي هاخدها للنص 0.5 تمام وهعمل تعديل اني اطلع الحاجات دي منها. بوليجون مش عايزه اعمل ريموف. انا عايز ار انتر. هقول له ريموف الحاجات دي عشان ما تتحركش معايا هي كمان. تمام نجرب بقى كده. هنقول له سيف تشينج. طب هنقول بقى مثلا الشباك ده اوفست 100 الحته دي 120 اهي. عايزين نصغر ده على ده. الاقي نقطه ظهرت هنا اهي واروح جاي مصغرها على ده. الاقي الخط ده فين؟ دي في النص يا جماعه. تمام يبقى احنا كده بنحرك ده عرض الشباك نفسه لما يتحرك علينا في النص والحيطه سمك الحيطه هيتحرك معانا برضو في النص. تمام كده. طيب انا عايز اقيد الشغل شويه عشان لما اجي احسب ابقى عارف. انا عايز الحيطه دي هي الحيطه ثوابت عندي مش بتتغير. انا عندي حيطه ثوابت. فلو عندي ثوابت هقول له ليست وبعدين اعمل اخترت هنا ليست. هلاقي ظهر هنا 200 اللي هو الحيطه الرئيسيه اللي انا شغال عليها الديستانس بتاعت البارامتر ده اللي هي ظاهره هنا اهي. بيقول هنا الجيومتري بتاعه فبقول ستارت اكس واي ماشي والديستانس اهو. تمام والانجل اهي لانه واقف. احنا هنعمل بقى عايزين نعمل بقى مسافات معينه. هنعمل ايه؟ هندوس على النقط دهيت اهي هيظهر معانا المشكل ده. انا عايز عندي 100 وعندي 120 وعندي 150 وعندي ال 200 اللي هو نازل موجود. انا ما عنديش حته اكتر من 55 كمان. حاضر المهندس. حاضر يا باشمهندس. طب كده يا جماعه يبقى كده انا بحدد عرض الحيطه اللي هي البارامتر ده ما يكبرش غير المسافات دي بس اللي هي الحاجات دي بس. اقول اوكي. هنلاحظ هنا بقى يا جماعه في شرطه صغيره جايه ظهرت اهي شايفينها. في شرطه هنا اهي شرطه ثانيه اهي شرطه ثانيه اهي وفي شرطه هنا مستخبيه وهنا في شرطه موجوده اهي. تمام نجرب نقول له كلوز وسيف. بص يا جماعه دي لما نمسك النقطه دي اهو ما بيتحركش غير المسافات دي اهو. يعني ما اقدرش احطه في النص كده ما اقدرش. بص احطه في النص اهو ما يتعملش. هيروح لاقرب نقطه منهم هيروح لها. تمام نعيد النقطه بتاعت ليه 0.5 دهيت. انا عندي شباك لما بعمل ستريتش من هنا بعمل الشباك ستريتش من هنا وبحركه دي بتتحرك معايا الجزء اللي هو الكتف الشباك. طيب اللي في النص دي بقى عايز احركها مسافه نص المسافه. فانا بعمل اكشن هنا للجزء ده لوحده اللي هو ده عملناه ومتحد هنا وبنقطتين اهم. وفي اكشن تاني اللي هو على دي على الجزء ده بس. ف
فباجي عليه بفتح البروبرس بتاعته هلاقي هنا في ديستانس مالتبلاير واقول له لما كل المسافه اللي بتتحركها هي نص المسافه بتاعه الديستانس العاديه 0.5 اهي تمام. هيقول لي اوكي تيجي نجربها نخليها مثلا 0.75 عشان نشوف الفرق. 0.75 بس كفايه 0.75 نقول له اوكي. شايفين المسافه اتغيرت ازاي يا جماعه؟ خلينا هنا باينه قوي هنا اهي. تعال نطلعه بره عشان نشوفه اهو. شوف المسافه مش في النص بالظبط، النص بتاعنا اهو. فانا عملت 0.75 فبقى هنا. نرجعها 0.5 تاني بروك اديت اوكي. سيف رجع تاني في النص تمام كده. ما انا بقول تمام محدش اعترض، بس انا ثواني كده محدش اعترض يعني كله اوكي والمايك مفتوح على كل الناس لو حد عايز يتكلم تمام. طيب نعمل بروك اوديت الثاني. احنا خلصنا الموف. السكيل بقى طبعا اللي احنا عملناه هنا مهندس اكرم شكرا يا مهندس. احنا عملنا موف للويندو هنا السكيل امر السكيل العادي بس هو نفس المبدا يعني هنقول له هنقول له مثلا نعمل كلوز ماشي تمام. هنعمل ريكتانجل معانا اهو 500 في 500 ريكتانجل شوفوا يا جماعه اللي حصل هنا ايه. بقول له سيف بقول له اوكي بيقول لي ديفاين يعني في بلوك بنفس الاسم اهو تمام. دي لو رجعنا للمحاضرات بتاعت ال دوكات ستاندرد اند درافتنج سيستم احنا اتكلمنا على البلوك هنلاقي ان احنا لو ظبطنا تسميه البلوكات صح هنا هنستريح مفيش حاجه اسمها يجي بلوك باسمين ويجي مختلف بلوك مع بلوك. فده هنعمل بس هنتجاوز بقى الحته دلوقتي ونعمل ريكتانجل 2 البيج بوينت بتاعتنا اهي ونقول له اوكي نعمل بلوك اديت اهو تعالى بلوك اديت معانا عادي. هنعمل سكيل نخش بارامتر الاول اهو ونخش الاكشن بتاعه سكيل بتاعه اهو ده سيلكت اوبجكت. ليه ما بيقولوش البوينت؟ ان هو كده كده بيتعرف بيثبت النقطه دي ويشتغل معاها تمام. ونقول له سيف اهو يا جماعه هنعمل كده هيكبر معانا من النقطه الاولانيه دي. طب شوفوا بقى يا جماعه النقطه دي احنا سيبناها بص طالعه زي ما هي. بصوا بتبصوا بتبوظ الشغل ازاي؟ لان هي ليه بيحصل كده؟ لان هو بيعتمد على المسافه دي. الو مهندس ادم سامعني؟ تمام كده؟ تمام. احنا ليه بنشيل الثانيه؟ بنشيل الثانيه عشان احنا لو حركناها طول الباراميتر طول معانا فهو هيكبر معاك هنا المسافه دي تمام. فهو بيكبر المسافه معانا ولكن بيحركه فكده بيبوظ حاجه معانا. بص اهو يا جماعه شكله باظ فلازم هعمل بلوك ايدي التاني واقول له ايه اخفي النقطه دي ونقول له اوكي سيف اهو. شوفوا يا جماعه عامل ازاي بقى ماشي معانا فل الفل وحلو
طب تيجي نجرب حاجة تانية على البلوك برضو. هنجرب بقى البارامتر التاني اللي هو الاكس والواي ده. نمسح دول نجرب ده. بصوا يا جماعة بيحط اتنين ديس، بيحط هنا لينير وهنا لينير مع بعض، الاتنين مع بعض، وبيحطهم اربع نقط. تمام، نحط الاكشن بتاعهم. الاكشن بتاعهم على فكرة هو غير شوية. لما نيجي نقول له مثلا باشمهندس عمر اتفضل، انا لا يا ريت يا باشمهندس عمر لو سمحت سيبوا المايك مفتوح. يا جماعه بس لو سمحتوا اللي ما بيستعملش المايك يقفله. احنا طبعا احنا كلنا قاعدين في البيت ففي صوت ده بيتدخل، فمش ما يعملش شوشره. بس طبعا احنا مقدرين كل واحد، احنا بنقعد في ما عندناش مكان بسبب الازمه دي، فكل واحد قاعد في بيته دلوقتي، فاحنا مقدرين طبعا مش متضايقين من صوت. ماشي تمام، ولكن اللي ما بيستعملوش يقفل المايك، ولو احتاجه يفتح ويتكلم ويقفل تاني. اتفضل لو سمحت يا باشمهندس عمر افتح لهم، افتح المايك، اي حد عايز يفتح المايك يفتحه اتفضل. فهنا هنعمل بقى ايه ستريتش. هبقى النقطة دي اهو نقطة، بعدين بقول لي الرينج بتاعك اهو، الاوبجكتس اهو، ونجرب كده. عايزين حاجة يا جماعة، دي متأثرش، ما عملش شغل خالص في الحاجة بتاعتنا. طب نجرب ليه؟ نخش على الاكشن ده نشوف هيختلف ايه عن اللي قبليه. هنا اهو بص، هنا بص اهي الاوفررايد اهو بيقول لي انت تشتغل على اكس واي مع بعض ولا اكس بس ولا واي بس. ايه الاكس والواي اللي هو ده اهو، هنا في اكس اهو وهنا في واي اهي. فانا هقول له اشتغل مع الاكس بس، وناخد ده نعمل له اكشن تاني ستريتش تاني اهو ده، وهيشتغل مع ده اهو، ده يشتغل مع الواي بس. تيجي نجرب. بصوا يا جماعة اهو ده كده وده كده، ده معانا وده معانا، كله شغال معانا في الاربع اتجاهات. طب كده حاجه تانية يا جماعه، ايه رايكم لو عملنا شفنا حاجه تانية الجريبز مثلا؟ هنا بقول الجريبز اربعه بس، لو خليناهم واحد اهو، لو خلينا واحد بس لده، تيجي تجرب هيحصل ايه؟ ده بيتحرك معانا. بصوا يا جماعه بصوا بيتحرك ازاي، خد الاكس والواي بيشتغلوا مع بعض. انا عايز جريب واحد، انا مش عايز اقعد كل شويه اشتغل على الاكس والواي، اهو راح عاملهم لي حته واحده. تمام كده يا جماعه. لو سمحت يا باشمهندس. نعم. طب لو انا عايز اظبط البلوك دوت بحيث ان انا اقدر استخدمه في كذا سكيل، 1:100، 1:200، 1:300، ولما اجي اكبر البلوكات كلها اللي موجوده عندي تكبر كلها مع بعض بنفس القيمه، ممكن تديني مثال؟ يعني مثلا بستعمله في ايه؟ انا بستعمله في المنهولات. تمام. فانا مثلا ساعات بطلع لوحات 1:500 وساعات 1:1000، فالبلوك نفسه بيبقى طالع جنبي السكيل بتاعه، ان انا اقدر اغيره ان اخليه كل 1:1000 او 1:500 في مجموعه البلوكات كلها. طيب بص يا استاذي، احنا في المنهول لما بنعمله المنهول بيدي مقاس، فالمقاس المنهول ده مثلا 60 في 60 او متر في متر، فانا ما اقدرش اغير السكيل بتاعه. انا بتكلم في حاله حضرتك،
انا هقول لك ازاي تعمل، ولكن انا مش هقدر اديله سكيل في المنهول، لان المنهول ده مقاس. تمام. طب انا عايز اعمل بلوك نفسه انوتيشن، احنا قلنا المره اللي فاتت اهو انوتيشن اهو، هقول له يس، هاخد النقطه هنا في ال مش هلمس، هاجي على اول ما اعمل بلوك اديت على طول اهو يا جماعه، اول ما اعمل بلوك اديت اوكي من غير ما المس اي اوبجكت ولا حاجه، هلاقي في الشمال تحت حاجه اسمها انوتيتيف، فبقول له انوتيتيف، هقول له نو، هيقول لي هنقول له خليه يس انوتيتيف، هقول له كلوز كلوز اهو، ده بقى انوتيتيف خلاص يا جماعه. طب 1 ل 50 نشوف، 1 ل 100 نعمل 1 ل 50 تاني ونفتح دي 1 ل 100، ادي كبر معانا اهو. هنلاحظ ايه اللي حصل في البلوكات دي، هنلاقي ان التكست هنا بس كبر لان هو شباك ثابت في مقاسه، ولكن التكست بس اللي كبر، لكن في البلوك ده كبر معايا اهو، باين اهو والحجم كبير اهو. طب الاستريش هيشتغل معايا؟ اه يشتغل معانا عادي جدا اهو، تمام التمام، مش هيقول لا. نرجع الواحد ل 50 تاني، عايز بص يا جماعه خلي بالكم في من ده اهو، هنلاقي التكست صغر والبلوك صغر، ولكن البلوك اللي هو بتاع الشباك ثابت زي ما هو، والمربع ده هو اللي ايه كبر وصغر. دي نقطه بتتكلم عليها؟ اه لا، هو اللي انا اقصده ان انا اتحكم في البلوك نفسه يا باشمهندس، يعني انا اختار مجموعه بلوكات معينه هي اللي اقدر اصغر واكبر فيها. يعني انا مثلا شفت بلوك تمام اهو معمول في كده، لما بدوس على حاضر ايوه فهمت. بص يا استاذي، في اكتر من طريقه، انا فيها انا مثلا انا دول عندي هخليهم كلهم ارجعهم تاني ريسيت، هختارهم في البروبات هنا الاكس والواي، هخلي ده 1000 وده 1000 اهم. انت قصدك على دي ولا قصدك ان في مثلث بيظهر هنا بتختار منه المقاس؟ تمام كده، في مثلث بيظهر بختار منه المقاس. جاي لسه الحته دي جاي. هو برضه عشان هو ما بيظهرش مربعين في بعض كده. حاضر، هو ده احنا عاملينه عشان ده انوتيتيف. شكرا عشان حاجه، ده انوتيتيف، فاحنا لو لغينا الانوتيتيف، انا عملت البلوك عشان اوضح ان ده انوتيتيف ازاي اعمله، لكن لو لغينا الانوتيتيف كده خلاص احنا كده لغينا الانوتيتيف، هنقول له سيف اهو، اما اعمل لهم سيلكت ما بيظهرش غير مربع واحد. هنا ممكن اغير 500 او 1000 او ايا كان. طيب وممكن اخد دول كده اخليهم بس لوحدهم، هم دول 2000. انتم ملاحظين يا جماعه الحكايه عامله ازاي؟ 2000 في 1000 دي. ممكن نرسم بقى القواعد مثلا في الاستراكشر، مثلا المهندسين الانشائي ممكن نعمل بيه ستريتش، ممكن نعمل ده، بس طبعا ده محتاج تقف في النص هنا، هيبقى ليه حل. ماشي حاضر. وهنا برضو ادي 3000. تمام كده يا جماعه. طيب نخش على نقطه بعدها تانية في الباراميتر روتيت. فاكرين يا جماعه البلوك ده اللي هو بتاع الول سيكشن، المعماريين بيستعملوه، الول سيكشن والدايركشن والحاجات دي، اللي هو بيبقى دايره كده وفيها مثلث هنا. أستاذ حسن، ممكن سؤال بعد إذنك؟ اتفضل. دلوقتي قصة الانوتيشنز دي عشان إيه يعني شوية مبخبطة الواحد كده. هو أنا دلوقتي لو برسم بلوك مثلا، لو بعمل دايناميك بلوك مثلا أكوردنج للسكيل 1 ل 100 ل 200 ل 300 ل 400، طب دلوقتي هو معروف مثلا في الرسمة العادية السكيل 1 ل 1، أنا لما باجي أخش على الفيو بورت بعمل 1 ل 100 و1 ل 200، فهي بتظبط لي مقاس الرسمة على 1 ل 100 أو 1 ل 200. طب لما انا اكون شغال مثلا جوه الموديل بانوتيشن اوريدي هو معمول له سكيل 1 ل 100 او 1 ل 200 او اي حاجه، هل في الفيو بورت بيكون له مقاسات مخصوصه اختارها علشان خاطر البلوك ديفينيشن ده او اتريبيوت ديفينيشن او اي حاجه؟ فاهم انا اقصد ايه؟
لو هو واخد سكيل في الموديل بالزبط. يعني مثلا زي التايتل مثلا بالظبط 1 ل 50 اعمل له سكيل لوحده. بص احنا هنستعمل الانوتيشن هنستعمل السكيل. طب يعني انا مثلا لو شغال بالسكيل في الموديل، طب في الفيو بورت اختار ايه او اعمل ايه؟ ما هو انت مش ما انت كده مش هتعمل الانوتيشن في البلوك نفسه، ما انت مختاره بالسكيل. ما ده اللي انا اقصده. انا لو عايز تحلها، لو انا شغال بالسكيل وعايز اطبع اللوحه بقى، عايز اطبع اللوحه اخد اسحب الفرتوشه بتاعته واطبع اللوحه، هل 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 مقاس البلوك اللي انا ارسمه بالسكيل بيكون له اختيار محدد او معين في الفيو بورت؟ لا، انت اللي انت بتحدد الاول. بس عشان اخش بس الاول هنا في اوبن بلوك اديتور عشان اريح نفسي واخش على طول بلوك اديتور. ماشي يا جماعه، حضرتك انا شغال في البلوك ده، انا عامله انوتيشن ولا مش عامله انوتيشن؟ مش عامله انوتيشن، واخده بعمل سكيل في الموديل سبيس على طول. يعني ده تايتل مثلا واعمل له سكيل 50، اقول له السكيل بتاعه 50 اللي هو السكيل اكس واي وزد العادي. لما اجي اطبع هو هيستعمل السكيل اللي انت حاطه، هو ملوش دعوه بالانوتيشن. طيب انا عايز اعمله انوتيشن، يعني ساعتها اطبع واحد لواحد، ده اللي انا اقصده، اطبع واحد لواحد. اطبع الفيو بورت بطبيعته العاديه اللي انت عايز اللي انت مكبر عليه 1 ل 50. انت في الفيو بورت عامل اللي اوت كام؟ ما هو انت قصدي انت احنا دخلنا اختيارات كتير قوي. لو انت مظبط كل حاجه تطبع واحد لواحد في الموديل في اللي اوت، عامل الخرطوشه بتاعتك على ان هي واحد لواحد والفيو بورت هو اللي بتغير السكيل بتاعه، اطبع عادي جدا هتظهر معاك عادي. عايز تظبط الحاجات باللي اوت لانك عامل سكيل عندك 1 ل 100 1 ل 200 وعايز تكبر عايز تغير البلوك، حوله لديناميك بلوك وخلي السكيل بتاعه واحد الانتشن بتاعه اللي هو العادي. الحاله بتاعتك هتطبع عادي جدا، هيطلع معاك السكيل عادي جدا. هو مش معمول له انوتيشن فمش هيكبر ويظهر، مش هيتاثر بالانوتيشن، مش هيتاثر بالسكيل بتاعك اللي في اللي اوت ده. حل ده جبت سؤالك كده. انت بتقول اطبع عادي بمعنى، طب يعني ما هو مش بيختار مش بيلزمني ان انا اختار مقاس معين اطبع بيه؟ ايوه هيكبر ويظهر عادي جدا، ملوش دعوه بالانوتيشن ادام انت مش عامله في البلوك اديتور. هنا النقطة دي مش في عندنا هنا انتيتيف، انت عامله نو فمش هيتأثر بحكاية السكيل في الفيو بورت. الله ينور عليك. لو عامله بقى، لو انت عامله انوتيشن ومكبره 50 وواضح معاك، ما هو كده هيبقى هتلاقي لما تيجي تخش في الفيو بورت هتلاقي حجمه ضرب في 50 تاني. بالظبط ده اللي انا كنت اقصده بقى. ايوه هتعمل ايه كده؟ هترجع على السكيل وتخليه واحد. يعني بص هنعمل الحكايه دي دلوقتي هنا. طب ممكن نعمل اكزامبل كده للموضوع ده؟ ما انا بقول لحضرتك اهو ما نعملها دلوقتي. شكرا. المسافه دي كام؟ المسافه دي 1100، يعني ده سكيل 1 ل 50 دلوقتي. تمام، هنعمله بلوك اديت ونخليه في التكست هنا. مثلا هتحط تكست على طول الاول دلوقتي، هنخليه واحد هنا اهو. التكست هاي 2.5 اهو، يبقى دوت هنكبره ده التكست هاي بتاع 2.5 اهو. تمام، والبلوك ده رحت انا عامله هنا 50 عشان يبقى 1 ل 50. مش ده الفكره بتاعتك؟ هاجي هنا في الانوتيشن معمول له انوتيشن برضه. بص هيبقى عامل ازاي؟ هيضرب ضربه محترمه دلوقتي اهو. انا رجع كام؟ 1 ل 1. خدت بالك من الحته دي؟ لان عملت انوتيشن هو على 1 ل 50 هنا. طب نرجع عنده، هو هنا كده 1 ل 1 و 50 اهو. تمام، طيب هنخلي ده واحد لواحد. بص ما تأثرش معانا في الانوتيشن. لو عملنا له انوتيشن بقى هو نفسه بلوك اديت وقلنا له انوتيت يس سيف اهو، فضل برضو اهو بقى 50
هنخليه واحد بقى دلوقتي اهو بقى حجمه كده الطبيعي بتاع واحد لواحد. فانا جيت هنا كبرته 50، ده انت قصدك على كده بقى صح؟ هو كده 50 هنا، وانا عايز اعمله في الموديل اخليه 1:50. مظبوط. بص هيبقى حجمه عامل ازاي. ايوه هنا لو جيت تديله النوتيشن بتاعه سكيل 1:1، لو اديته سكيل واحد تاني غير الواحد لخمسين مثلا، اللي هو مثلا هتديله سكيل 1:50 هيضرب معاك جامد. هتقول له اوكي بص كبر ازاي. طب لو ما اديتوش الواحد لخمسين خلينا 1:1 بس، هيأثر معانا في ايه؟ انا ممكن اقول نخليه زي ما هو صح. لو جيت في الموديل في اللي اوت هتبان معانا في الموديل على طول برضو. لو جيت لغيت ده اللي هو اللمبه اللي هي معناتها علامه المتسوبيشي اللي هي النوتيشن دي، ولغيت اللمبه اختفى. ان هو انا هنا واقف على سكيل 1:50 وهو واخد سكيل 1:1 بس، تمام اختفى. هظهره تاني اهو واخفيه، اظهره واخفيه. طب عايز احل المشكله دي، اولا عشان احلها اشوف السكيل بتاعه كام. سكيل 1:50 هخلي سكيل 1:1 اول حاجه، تمام. واخش على البلوك اديت واشوف التكست هايت بتاعي كام. تكست هايت 2.5، يبقى ده فعلا البلوك ده مرسوم بالسكيل بتاعي. لو لقيته كبير ممكن اليه كده سكيل، عليه كبير بقى اللي هو التكست بتاعنا 250. انت عامل التكست هايت 2.5 عشان انت راسم بالمتر صح كده؟ لا بالملي، انا راسم بالملي بس التكست هايت 2.5 عشان يتاثر بالانوتيتيف، عشان النوتيشن بتاعه يكبر لما يكبر ل 50 يكبر بالسكيل بتاعه. تمام. فانا هخش اشوف الحجم جوه هلاقي التكست بتاعي كام. التكست لما نسينا التكست هون نلاقيه كام، الهايت بتاعه 600. يبقى كده انا عايز اغير اصغر ده، هخليه سكيل صغير يبقى يتعامل مع الانوتيشن اللي هو 2.5. ده بقى عايزه يبقى ايه 0.01 اهو. اشوف التكست بتاعي، يبقى احنا كده شغالين 6، يبقى ده كده قريب. انا المرحله دي اول مرحله، تمام كده. هروح داخل قافل البلوك هلاقيه كده ما موجود اهو. هروح مديله الانوتيشن بتاعي اللي انا اديله الانوتيشن اللي انا عايزه اللي هم 1:50 او 1:100، 1:50، وهدوس على كنترول لو عايز اضيف حاجه اهم. انا عايز 1:50 1:100، هقول له اوكي. الاثنين اتحطوا اهم معانا، هقول له اوكي كبر معايا وبقى السكيل بتاعه طبيعي اهو. متفقين يا جماعه؟ النقطه دي واضحه؟ واضحه يا جماعه النقطه؟ واضحه الحل المشكله دي ازاي؟ تمام يا باشا، واضحه كده. الله ينور، شكرا يا استاذ حسن. شكرا يا فندم. شكرا يا باشا. احنا كنا بنتكلم في عايزين نعمل ده السهم اللي هو بتاع اتجاه الاليفيشن. عمالين نعمل الاليفيشن ده الاتجاه بتاعه، عايزين نلف الجزء ده. فهنعمل الروتيشن ده، نختاره، نختار الباراميتر الاول بتاعه اللي هو الروتيشن اهو. السنتر بتاعه فين؟ هنا. واطلع بيه فين؟ هنا مثلا، عشان يبقى في الحته اللي فيها السهم ده. وهقول له انتر كده وجدت معايا اهي. طيب انا عايز اعمل له بقى اكشن. لازم نخلي بالنا يا جماعه الباراميتر لوحده ما بيشتغلش، لازم اعمل له اكشن. عايز احطه هنا عشان مع السهم ده، تمام. فهعمل الاكشن بقى اللي هو الروتيشن بتاعي. هيقول لي سيلكت الباراميتر اهو، سيلكت اوبجكت، انا عايز المثلث ده بس اللي هم الكام خط دول بس اهم، ده وده. وهقول له كلوز، هقول له يس. نيجي نعمل يا جماعه، بصوا اهو لف معايا ازاي. طبعا هو بيلف معايا بالتسعينات لان انا عامل الاورثو. لو فتحتها اهو، تمام يا جماعة. طيب نيجي نطور شوية.
انا عندي بقى الشكل ده اللي هو بتاع خط القطع اللي هو ده كده. طب ده الناحيه دي انا عايز اعمله الناحيه الثانيه، عايز اعمله الناحيه الثانيه، عايز اقلبه اللي هي ايه فليب. فهو بيقول لي البارامتر بتاعك انت عايزه فين، هقول له انا عايز احطه هنا بره كده في الحته دي، هقول له هنا هنا. تمام كده يا جماعه، وقف هنا اهو. بعدين اخش اعمل اكشن اللي هو الفليب اهو، بيقول البارامتر اهو سيلكت اوبجكت، هقول له سيلكت الاوبجكت ده انتر. تيجي نبص يا جماعه كده، احنا قبل ده مش في مشكله هنا مش لافه معايا، بس هنجرب الفليب اهي. شفت يا جماعه اشتغلت، ولكن هو ما بيلفش معايا في اللفه دي، هعمل ايه؟ هقول له بلوك اديت واخش في الروتيشن ده، رايت كليك اكشن موديفاي، بيقول سيلكت اوبجكت، هقول له الاثنين دول خدهم معانا انتر، هقول له كلوز، يقول لي سيف. شفتوا بتلف معايا ازاي يا جماعه؟ طب دي لفت زياده ليه بقى؟ هنشوفها. ناخد معانا ايوه ظبط معانا يا جماعه. تمام، طب انا غيرت الحائط ده، عايز اغير دوره كمان برضه، هخش اعدل برضه. احنا متفقين يعني كده، متفقين يا جماعه الحكايه الايديت اللي هعمله على الاكشن موجود وسهل، واقعد اغير فيه براحتي. هاخد الاكشن هنا، لو حبيت ازود او انقص واقعد ارجع ليه واشوفه. انا عايز احط ايه؟ عايز احط ده يتقلب معايا برضه، وده كله دول يتقلبوا معايا تاني. انا بختار ليه؟ عشان ما احطش التكست كمان يتقلب هو كمان، والدايره كده كده مش فارقه معانا. تمام يا جماعه، اقول له انتر كده ظبطت معانا، هقول له اوكي كلوز كلوز اهي. بص يا جماعه لما اعمل فليب كده اهي الدايره حتى لفت معايا، لما اجي الف كده هلاقي لف الدايره بتلف معايا زي ما انا عاوز. اعمل لها اهو. صفقين كده يا جماعه. تمام، عايزين نزود لو ستريتش، اخش بارامتر هعمل لينر من هنا، لينر من هنا دهوت كده، اخش له اكشن ستريتش ده انتر، بس يا جماعه ده انا خدتها نقطه بيك بالغلط، اروح معلم عليها ظهرت النقطه هنا، اروح واخدها كده اهي. طب عايزين ناخد الاكشن ده معانا، فنرجع كده هقول له اختار دول. تمام، فروتيت يا جماعه البارامتر ممكن اخده معايا عشان يلف معايا ويتحرك معايا، ممكن ماخدوش عشان لو عايزه ثابت في مكانه. الفرق بين ايه في شغلك انت لما تيجي تشتغل. طبعا هي ظهرت معانا مشكله هنا، هنشوف فيها ايه يعني هنحلها يعني اهو. دي فروتيت اهي، احنا هنعمل بس 51 عشان بس ما يتلخبطناش اهو يا جماعه. هكبر اكبر هنا كده، وده بيلف معايا اهو، وده بيقلب معايا اهو.
المهم يا جماعه كده متفقين؟ طيب نرجع برضو للشباك بتاعنا حبيبنا ده اللي شغالين معاه من زمان وعايزين نعدل عليه بلوك إيديت. شغالين مع على طول. احنا خدنا روتيشن وخدنا فليب في الفيزيبيليتي. خلي الفيزيبيليتي عايزين لوك اب دلوقتي. الفيزيبيليتي شويه. اللوك اب. اللوك اب ده بيعمل لي ايه؟ بيقول لي بيجمع لي حاله معينه. بيعمل عمليه كومبايلنج. انا عندي شباك متر 60 وعرضه انا عارف بقى انا ليا شغل محدد. هقول مثال. طبعا المثال ده في الشباك ما بيتطبقش لكن هنقول ان هو مثال موجود. مع الحيطان المتر 20 البلوك طوله متر 2 متر الحيطان اللي هي معذره تاني. انا عندي حاله ان الحيطه 12 سم يبقى الشباك متر. وعندي الحاله ان الحيطه 20 يبقى الشباك متر ونص. تمام كده يا جماعه؟ فانا في عمليه تركيبه معينه لكل اكشن معين عايز اعمله. ففي تركيبه لمجموعه الاكشنات مع بعضها. فدي بعملها بالايه؟ باللوك اب. فور اللوك اب بيقول لي بيدوس عليه فبقول له ايه؟ خلوه له اخش على الاكشن بقى اقول له ايه؟ اللوك اب اهو. بيقول لي فين اللوك اب اللي بتحطه؟ اهو. لان ممكن اخد اكتر من لوك اب موجود. ايوه هنا بقى ابتدينا. طب نسمي هنا عشان بس نبقى واخدين بالنا. هنا هنعمل له اديت ونقول له ده ايه؟ اللينك ال اهو. وده دبليو. طب كده يا جماعه اخش على الجدول ده بقى واعمل له ديسبلاي تيبل اهو جاب لنا التيبل. انا عايز احط اثنين اكشن بتوعي اللي هو ال ال والدبليو. هدوس على البروبرتس اهو اقول له على ال والدبليو دول اهم. دوس كنترول وحددهم هما الاثنين حطوا لي هنا اهم. تمام. هاجي هنا بيقول لي بقى ال ال كام؟ ال ال 100. ال ال اللي هو لينكث 1000. الويث هيكون معانا لان هو لسه فبيقول لي متر 20. وهنا 1500 معانا 20. ال 2 متر يبقى الحيطة 25. تمام. هنا بقى بسمي ايه قدام كل واحدة؟ بسمي الكيس بتعميها الحالة واحد او الحالة 1000 داش متر 20. الحالة التانية 1500 داش 200. الحالة التالتة 2000 داش 250. النقطة دي بسيطة واضحة يا جماعة. تمام؟ في ريز هاند؟ مفيش. طب هنخلي دي برضه معانا عشان لو في حد ريز هاند ولا حاجة. طيب. حد كده واضح هقول له اوكي. وهقول سيف. البلوك معانا اهو يا جماعه. هروح مختار بقى ايه؟ مش ده برضه اللي احنا عملناه؟ هقول له في حالات اهي. الثلاث حالات طلعوا معانا اهم. لما اقول له كده اهو عمل معانا حاله. دي عمل معانا الحاله الثانيه. دي الثالثه. كاستم بقى دي مش موجوده معانا. بروح اعملها في البروبرتس هنا. تمام يا جماعه. فانا هعمل ثلاث شبابيك اهم. شباك اثنين ثلاثة حسب اللوك اب بتاعي. اللوك اب هو ايه؟ بقول هو مجموعة بجمع مجرز والاكشن بتاعتها بمقاسات محددة.
هتنفعني في ايه مثلا؟ في الميكانيكا مثلا، او في مثلا في المسمار، في البولت، في المسمار بتاعنا العادي، مسمار البولت العرضه اللي هو ام مثلا 10 في طول 150، هو الطول اللي عندي لما يكون في ام 10 هو طوله 150، فانا اختار الاكشن اللي هو العرض والطول وهكذا. فده احنا عملنا دوت ده، وهنعمل ده كده، وهنعمل ده الحاله الثالثه اللي هو ده. وضحت يا جماعه اللوك اب بتاعتنا عامل ازاي؟ فوضحت وظيفه اللوك اب. طبعا هنا هيبان ان التيم هو ما تاثرش معانا لان هم ما دخلوش في الموضوع. متفقين؟ اي اعتراض؟ اي حد رفع ايده؟ تمام. الفيزيبيليتي، الفيزيبيليتي انا عايز اخد الشباكين دول حاله واحده في بلوك واحد، ده وده. بس طبعا ده في الاول خالص. دي مثلا فين؟ عايز اعمل شباك وعليه التكست وشباك معلوش التكست، برضو نفس البلوك بتاعنا الحلو الظريف هنتعامل معاه. هاجي هنا بقول له visibility، هنحطها جنب اللوك اب هنا. نخش على الاكشن بتاعه، مش هنلاقي اكشن هنا visibility. طب نعمل ايه؟ بصوا بقى يا جماعه هنا اهو فوق اهو، شفتوا مكانه؟ هو بينزل واحده بس، انا عايز اغير، اروح ادوس على الزرار ده. انا عايز رينيم، هقول له with win number تمام new without win number. اوكي اوكي هنقف على ويز ويز نمبر اهو، هو ده الشكل بتاعنا الطبيعي العادي اللي هو بنشتغل عليه. طيب وزود بقى، عايز اخفي دي. في هنا يا جماعه بصوا هتلاقوا ثلاث زراير موجودين، بيقول ميك انفيزبل، ميك فيزبل، وده نشوف هيعمله دلوقتي. انا عايز اغير، عايز اخفي ده في الفيزابيليتي، ده عايز اخفي فيه دي، فراح مختار الزوار ده اللي هو الميج انفيزبل، واختار كده واقول له انت اختفى. نغير دي ونقول له ويز ظهرت، اختفت ظهرت. طب الزرار التالت ده لازمته ايه بقى؟ ندوس عليه ونجرب الويز دوت بقى. شفتوا يا جماعه التكست حصل فيه لونه بقى خفيف شويه، بقى بهتان، يعني هو بيقول لي ان ان اللي ده. طب هنيجي ناخد اللي هو الويف ونحط له ريكتانجل هنا تاني، ريكتانجل طبيعي بقى يا جماعه عادي، اي ريكتانجل اهو هحطه. هاجي في الويزاوت، انا عايز اعمل ايه العكس بقى، لما يظهر تكست يا اما يظهر مربع، ماشي؟ فكده موجود ده، فانا هخفي ده هنا. شوف ظاهر ازاي، فيد خفيف ازاي. ما ظهرش برضو لان ما ظهرتوش هنا. هعمل الزرار ده بقى، ده وظيفه الزرار هنا دلوقتي بقى، ده دي وظيفته دلوقتي. اما اعمل دوس كده هلاقي الايه المستطيل ظهر، هروح اعمل له اظهار، هقول اظهر لي ده اعمل حاجة في الايه، في الليل without text. واقفل الزرار ده تاني عشان بس نشوف الفرق. اهو الـ without text ظهر مستطيل، والـ with text التكست ظهر والمستطيل اختفى. نشوف بقى في اللوحة عامل ازاي. اهو سيف، اهو ظهر عندنا مستطيلين اهم، واحد لللوك اب، واحد فيزيبيليتي.
يا جماعه كده تمام. اقف شويه نريح خمسه كده بس يا جماعه. حد يحب يجرب الحاجات دي؟ احنا خدناها. هو في موضوع تاني هنتكلم فيه غير الديناميك بلوك النهاردة؟ لو في وقت هنتكلم. تمام. طب لغاية كده يا جماعة مفهوم؟ تمام. كده احنا غطينا النقط كلها. بيس بوند دوت انا بصراحة ما بستعملوش لانه بنعمل بيه ايه؟ وياكم يا شيخ لما يكون في البيس بوينت معموله بعيد وانت عايز تاخدها في بيس بوينت قريب، يعني مثلا البيس بوينت هي اهي اللي هي الزيرو زيرو، فانا عايز احطها واحده ثانيه الانسرشن بوينت بتاعتي، وهستعملها ازاي؟ لما اقول له كده اوكي سيف. بصوا يا جماعه بقى دي الحته انسرت، احنا عايزين نعمل الشباك اللي هو متر 20 ولا الثاني اللي هو الالف ده، نقول له اوكي اهو. خدتوا بالكم يا جماعه بيحصل ايه؟ شفتوا يا جماعه البلوك بيتغير ازاي؟ انا بدوس على زر التاب. ممكن ايه اللي حصل تاني بعد اذنك؟ انا بدوس على زر التاب، بدوس على زرار التاب عندي في الكيبورد، فهو بيحرك لي بوينت تانية في حتة تانية غير الانسيشن بوينت بتاعته هو. تمام كده يا جماعة سهرت. بدوس على كنترول عندي في الكيبورد عشان يغير لي البيس بوينت بتاعتي او الانسيشن بوينت بتاعتي في اي نقطة في البارامتر او المحيط البلوك نفسه. يعني ده جوه البلوك اديتور ولا بره ولا ايه ده؟ تاني انا عملت انسرت بلوك اهو، اخترت البلوك اللي انا عايزه اللي هو 100 اللي هو الالف ده، واقول له اوكي. لسه هنزله اهو، دي البيس بوينت اللي احنا حطيناها، مش هي فوق على اليمين؟ تاني بلوك اديت اللي هو الالف ده، هنقول له اوكي. مش احنا حطينا البيس بوينت؟ وظيفه البيس بوينت ايه؟ لما اجي اعمل انسرت للبلوك بيعمل منها هي من النقطه الجديده دي اللي هي البيس بوينت بتاعتي. تمام، بقول له بيس بوينت واحط في النقطه اللي انا عاوزها. ماشي. طب ده اما اجي اقول له بقى انسرت اهو، انسرت نزل البلوك اللي هو 1000 ده اوكي، بينزل منين؟ من النقطه الجديده اهي. تمام كده يا جماعه لحد هنا. وبص بيحط لي البيس بوينت هنا اهي كده، دي واضحه. طيب التاب لازمته ايه؟ زرار الالت. لما اجي بقى دي حاجه تانية خالص بقى، لما اجي اقول له اوكي كده واجي انزلها، هو هي بينزل من النقطه الجديده. انا عايز اغير النقطه بتاعتي، ادوس على زرار كنترول 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 اهو. احنا لو لاحظنا يا جماعه ان البلوك نفسه المحيط بتاعه اربع نقط، ادي نقطه هنا اهي، لو عملنا مستطيل بيحتوي الشكل كله، هنلاقي نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا اللي هي البيز بين بتاعتنا، والنقطة الرابعة دي هو بيقعد يبدل بينهم. تاني نجرب انسرت اوكي اهو، هدوس على التاب مرة تانية، دي السيشن بوينت العادية اللي هي 00 اهي، جاب الرابعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، وأقول له عايز من دي وراح ننزل من النقطة دي. واضحة دي يا جماعة؟ طيب تمام ماشي يا باشمهندس. بلوك ايديت، ندخل تاني على البلوك ايديت. في حاجة يا جماعة مش ما ظهرتش لسه، البوينت دوت بقى نفس المبدأ، هي نفس البارامتر بس نقطة واحدة بس،
نجربها. لما اجي اعمل مثلا ايه، ادي بولي لاين كده، اقول له اوكي. انا عندي بوينت اعملها، هعملها هنا. انا الانسيرشن بوينت بتاعتي هنا اهي، وده النقطه دي اللي عايز احرك منها، تمام؟ فانا بقول له عايز نقطه بس احرك منها الشكل ده، الحته دي بس احركها في الاتجاه اللي انا عايزه. فاخش على الاكشن واخش ايه، اقول له ستريتش الباراميتر، هقول له النقطه دي هيت، نفس الاكشن عادي جدا بعمله اهو، انتر. ناخده بقى نشوف بيحرك لي الجزء ده اهو. شايفين يا جماعه ازاي؟ اهو ده ممكن اعمله مثلا. استغلوا ازاي ده يا جماعه؟ حد يفكر في حاجه كده؟ احنا ممكن نستخدمه في نعمل مشاوره. تمام، في ممكن نستخدمه في حاجة تاني. طب حد شاف الحته دي يا جماعه ازاي؟ وشافها زعلان مني ليه؟ المهم اهي النقطه اهي يا جماعه، استعملناها هنا كده اهو، ده اكس واي، حاجه بتاعت اكس واي كده عملناها. هنخلي السكريبت بتاعنا واحد لواحد. هو انت كده حددت كوردينتس في اللوحه مظبوط؟ نعم. طيب ممكن النقطه دي تاني بعد اذنك يا باشمهندس حسن؟ البلوك ده هوت سيبنا من البوينت دي. انا البلوك ده فاكر المره اللي فاتت لما قلنا نستعمل الاكس والواي بتاع الانسيشن بوينت بتاع البلوك، عملناه في الفيلد. اللي حاضر معانا المره اللي فاتت هيفتكرها، لو مش حاضر احنا ممكن نعمل ناخد الاكس والواي لاي لاي بلوك وناخده في بلوك اديت هنا. ازاي نعمل بلوك اديت؟ نعمله ده اتريبيوت عليه بقى خلاص اهو، اتعلم سيلكت اهو، نعمل دبل كليك عليه، بياخد بناخد من هنا اوبجكت ومن هنا اوبجكت، واقول له سيلكت البلوك ده، ده انا عامله بلوك اصلا لوحده، في بلوك واثنين اتربيوت اهم، تمام؟ هقول له البوزيشن اللي فيه الاكس واي والزد، عايز الاكس الاولاني لان في الاول الاكس وبعد كده الواي، اقول له اوكي. جاب معايا الاكس او الاي، الثاني النورث اللي هو الان او النورث اللي هو الواي، برضه نفس الحكايه، واخد نفس المبدا واقول له الواي اهو. بس طبعا اكس واي بتبقى بالكوردينيت بتاعتها، ما بتعملهاش سكيل لانه عامه بيبقى بالمتر، فاحنا مش عامل اي علاقه فيه في الاديشن، هي مش عامل اي علاقه كده، بس الان بيساوي ان بيساوي بس كده، ان بيساوي مسافه بس كده. فجي معانا تمام. بس انا بقى ايه، عايز احرك اما اعمل انسيرشن للنقطه، فانا عايز احرك دي، هجيبها هنا مثلا، هجيبها هنا الثانية، يعني ممكن يكونوا نقطتين قريبين من بعض زي كده، مش هيظهروا. هروح مغير دي واعمل له فيل من الناحية التانية كده، عايز اقرب واصغر دي كده اهي، عايز ابعدها شوية يعني مثلا برضو لو نقطة قريبة منه كده، هاخد ده واحد صغير واحد كبير اهو كده. كده استخدامات البلوك كبرت معانا بالديناميك بلوك اللي احنا عملناه فيه. ودايما بفكر في كل حاجه ليه، بس مش هفكر في كل حاجه اعملها مره واحده. احنا يا جماعه شفنا لما جينا نعمل الشكل ده
ما جاي نعمل الشكل ده يا جماعه ما عملناش حته واحده، احنا عملناه نقطه نقطه مره مره، عملنا الاسترتش الاول بعد كده الفليب وبعدين روتيشن وهكذا. والتكست بصوا يا جماعه ثابت زي ما هو ازاي، ما لفش معانا. طب كده يا جماعه تمام ماشي يا باشمهندس، ماشي يا باشمهندس حاضر كده تمام يا جماعه. طيب نعمل بلوك اديت هنا، البلوك اللي احنا عملنا شكل البلوك اللي احنا عملناه دهوت اهو، هو البلوك اديت. جينا عملنا بوينت هنا، هي في دي ليها بوينت هنا، وده ديستانس عادي اللي هو اللينير عادي جدا، بياخد معانا الخط ده او النقطه دي والتكست ده والتكست ده اللي هو الاتريبيوت اللي معانا. كنسل. طيب نشوف بقى حاجه ثانيه عملناها يا جماعه، احنا خدنا البوينت واللينير والبولر ده زي اللينير بالظبط بس مش ثابت في اتجاه معين. عملنا الفليب خلاص والفيزابيليتي واللوكال بيت بوينت والاكشنز كلها طبعا مترتبه عليها. بارامتر سيت ديت بقى يا جماعه هو بيجمع لك، يعني هو بيريح عليك بيقول لك ادي لينر وموف، لينر وستريتش، لينر واري. هو ما جربناش الاري يا جماعه، ايه رايكم نجربها؟ الاري طبعا موجوده في الـ في الـ في الاوتوكاد تمام، بس انا عايز ادخلها في البلوك. مثلا عندي زرار، عندي مسمار، يبقى 20 × 20 صورة يا جماعة، في خط مايل كده صح؟ فانا عايز اكرر الخط ده، عايز ادور المسمار بس مع تطويل المسمار اطول اكرر الخط، انا عايز اعمل الاتنين مع بعض اهم. اعملها ازاي دي؟ اول حاجه دايما يا جماعه لازم نتعود ان ناخد كل حاجه على اللير زيرو، ده ديفولت. في ناس عند ناس عايزه تحط حاجات معينه في اماكن معينه حيطه، بس احنا عامه بنحط حاجه في على اللير زيرو عشان لما اوديها اي لير تاني تاخد الخصائص بتاعت اللير الجديد. طب نعمل بلوك بقى نقول له اوكي. طيب اهو من هنا لهنا ده هعمل فيه اتنين بارامتر، اتنين اكشن دلوقتي. اكشن اللي هو الاستريتش المربع المنطقه دي، وبعدين في الاري بقى مع نفسه هو برضو سيلكت اوبجكت الاوبجكت ده كل مسافه ايه كل المسافه دي اهي، وارجع ده واقول له خليه جريب واحد اهو. شفت يا جماعه كبر ازاي اهو، بيعمل اري معايا في المسمار. ما عملش ايه بقى في البلوك اديت؟ ولا هو ما خدش ليه؟ هو المفروض ده يبقى من هنا، يبقى من هنا كده عشان ما يجي يكرر. دي حاجه. الحاجه التانيه يشوف ده وده ما خدش،
طب نقول انسرت تاني يمكن زعلان منه ولا حاجه. وزعلان ليه؟ طب استاذنكم، طب يا جماعه نفكر فيه شويه كده بس. حد جرب يعمله يا جماعة؟ هو يمكن عشان اختار اتنين element مع بعض، يمكن هو بيعمل dynamic على element واحد بس عشان هو قرا مستطيل و line. مجرد رأي يعني، المفروض بيشتغل المستطيل بياخده. طب اصل طب هقول لك احنا array كده ضمناه، هنعمل ده delete ونجربه تاني، نعمل واحد تاني stretch من النقطة دي انتر اهو اهو اتحرك معانا. انا متوقع ان الجريب بتاعنا لما خدنا النقطه الثانيه اللي هي دي، لما جه خد حركه النقطه دي، فالنقطه دي ما اتحركتش فعشان كده ما اتحركش معانا. فعامه في حاجه زي كده بروح لغي الاستريتش واعمله تاني، ممكن يكون مهنج ولا حاجه، انت عارفين بقى دي الاله، فاحنا مش ممكن حاجه تقف في ايدينا مش عارفين بنعمل فيها ايه. تمام كده يا جماعه، احنا كده خدنا الديناميك بلوك تقريبا كله اهو خلاص. السيت باراميتر دي بقى اللي هي ايه، بيجمع لك الحاجات معينه وحاجات مع بعضها، اللوك اب سيت وفيزابيلتي اهي والفليب والاكشن بتاعها كل حاجه، بحيث ما تقعدش تعمل الاثنين مع بعض يعني. بس انا طبعا انا عن نفسي بفضل ان اعمل كل واحد لوحده، انا مش هقعد ادور بقى على حاجه، لان انا بعمل بكذا يعني. مثلا هنا هعمل كذا باراميتر، يعني هنا مثلا يا جماعه المسمار ده عرضه كام؟ 10. طب انا عايزه 5، هنعمل ايه؟ ناخد تيجي نعمل باراميتر جديد، نعمل كده طبعا فيها كذا طريقه، بس هناخد دي مثلا كده اهي. ده كام دلوقتي؟ ده عرضه 5. طيب اهو بقى ال 10 بتاعنا عادي، ونعمل اكشن في كل ناحيه. ادي اكشن اهو ستريتش النقطه دي هنا، طبعا بدوس سيلكت واحده لان هو ريكتانجل مربع، لو كان خطوط بس كنت عملت مربع، كنت عملت مستطيل الاختيار، وعشان اطلع دول من الاسترتش بتاعي كمان يبقى هم موجودين. انا ممكن ادخلهم في الاسترتش بتاعي معايا اهم كده، بس اتوقع هيجوا ولا لا؟ مش هيجوا، لان انا لازم اطلع الجلاب دهيت النقطه دي هنا بره، لازم تاخد النقطه دي بتاعتي هنا عشان يشتغل معايا. ماشي، واحد تاني الناحيه التانيه استرتش تاني هنا، طبعا النقطه دي برضو، وهاخد من هنا كده كده والاوبجكتس كده وكده. تمام، تيجي نجرب عشان نشوف المشكله في مشكله طبعا تحصل، هنبص عليها. هنيجي نلاقي لما نعمل كده وكده، كل واحد يتحرك في ناحيه، كل ده وده متحرك معانا، يبقى لازم نطلع ده من السلكشن ونشوف حال السلكشن الثاني هيتحرك معانا ازاي. تمام، يبقى اول حاجه هنيجي هنا ونيجي نختار ده، نقول له موديفاي انتر ريموف، طلع ده من ايه؟ من السلكشن بتاعك. واجي على الثاني نفس الحكايه، اكشن موديفاي ريموف، طلع ده من السلكشن بتاعك. طب هنا بقى نشوف هيحصل ايه معانا بقى. هنا في حاجه اسمها ايه؟ مثلا يا اسطى في البيز لوكيشن، هقول له بيقول لي يا من الستارت بوينت يا اما الميد بوينت،
هنخليها الميد بوينت دي مؤقتة ونقول له اوكي سيف. تيجي نجرب كده شفت بيعمل ايه؟ جمعنا ناحيتين مع بعضهم متفقين؟ طيب نجرب حاجة تاني. هي المسامير عندي كام؟ المسامير عندي محددة، هعملها هنا ليست. لو عايز اعملها ليست اللي هم التمانية، في ستة وتمانية وعشرة، ستة تمانية عشرة واتناشر. تمام كده يا جماعة؟ طب ما في حاجة تانية؟ اه في حاجة اسمها increment. distance increment يعني انا عايزه ينط مسافات محددة. دي على فكرة ممكن تعملها في الشباك، الشباك عايزه كل خمسة سنتي يكبر، فهنا هقول له increment كل كام؟ هنا كل 2 مللي. كل كام مللي؟ ادي 10 12 8 10 12 كل 2 مللي. اه الديسس مينيمم كام؟ مينيمم هو عندي 6 مللي، انا ما بعملش مسمار اقل من 6 مللي، والماكسيمم اكتر حاجه عندي 12 مللي. دي زي الليست بالظبط، يبقى في 6 و8 و10 و12. انا بشتغل بالمسامير دي بس، لان لما بخش في ال14 ده شكل تاني بيتعمل، فممكن اعمله بطريقتين، يا اما اعمله بلوك جديد يا اما اعمل فيزابيليتي ثانيه. تمام؟ طبعا ما بفضلش فيزابيليتي كتير، يعني لو عملت بلوك بيبقى احسن، احسن من نعمل فيزابيليتي لكل حاجه. يعني ما عملش مسمار واحد مثلا في اربع خمس اشكال وكل شكل ليه فيزابيليتي، هي دي بتبين احترافيه الراجل ان هو شغال، بس بتتعب الشغل، لان ايه؟ لان لما يكون الديناميك كتير في اللوحه بيبقى يعني ديناميك بلوك في حوالي 20 بيبقى حلو، هيزيد عن كده هتلاقي اللوحه بتتقل، فاحنا مش عايزين اللوحه تتقل معانا كتير. تمام؟ فانا هخليها مثلا ماكسيمم بتاعت 12 اهو. بص يا جماعه عمل ايه؟ عمل كام سطر؟ كام خط اهم صغيرين من دول؟ ادي خط 2 3 4 اللي هي كام؟ 6 و8 و10 و12. طب هنخلي الماكسيمم معانا، معلش هنخليها 14. نقفل نقول له سيف اهو. لما نيجي ناخد دي كده اهو، بصوا يا جماعه بقى في اربعه موجودين، يا اما ده يا اما ده يا اما ده. دي طريقه، الطريقه الثانيه من هنا اهي، هكتب هنا مثلا لما نكتب 20 هيحصل ايه؟ نكتب اربعه، جاب اصغر قيمه، جاب اصغر قيمه عندنا اللي هي السته. لو كتبنا مثلا 50 هيجيب معانا كام؟ اكبر حاجه 14. لو مثلا عايز اعمل مستطيل احط للضلع بارامترز وللطول بارامترز تانية، بحيث مثلا لو برسم ضغط او اي حاجه مستطيله، يعني بدل ما كل شوية أدخل قيمتين مثلا في الطول والعرض، فممكن أعمل حاجة زي كده فيها قيم مختلفة مثلا كتسهيلا على هتعمل بقى هتعمله اتنين، ده اتنين باراميتر. يعني مثلا ده دكت عندك اهو، طبعا الدكت يفضل بالديناميك بلوك لان هيبقى كتير جدا وصعب، هياخد الملف هيتقل لو دكت، لان طبعا انت بتعمل هي اللوحه كلها دكتات انت هتعمل فيها ايه تاني؟ فالدكتات ما بيبقاش كتير. طبعا هو بينفع في حاجه تانيه، لو ينفعنا في حاجه تانيه اللي هي الحصر، دي هناخدها بعد كده اللي هي ايه؟ داتا اكستراكشن. فانت بتعمل اتنين اري دي، اتنين باراميتر، واحد من هنا كده واحد تاني هنا، وتخلي كل واحد واحد بس اللي هي الكريبس واحد، تقول له كلوز سيف تشينج اهو. جه معانا واحد تاني هنا اهو، ده طبعا مش باين هنا جريبس لان ما عملوش اكشن، هيبقى في مستطيل معانا اهو شغال معانا. لحد كده تمام يا جماعه، احنا كده غطينا البلوك كله. طبعا اللي بعد كده بقى يا جماعه ازاي اعمل بقى؟ دي كلها خبرات، انت عايز تعمل ايه؟ فتمشي مرحله مرحله، زي ما احنا عملنا هنا المسمار ده عملناه مره، عملنا طول مرة عملنا array،
طب انا عايز اعمل بقى العرض بتاعه، فمحدش يقلق انه مثلا البلوك ما جاش معاك من اول مره. انا عايز انت فكرتوني عايز اوريكم بلوك مثلا، يعني احنا اشتغلنا فيه كتير جدا. يعني حريت الاقيه بس حد يعرف شركه اسمها ايه كونستراكت؟ ده بلان. بص يا جماعه الاكشن بتاعته عامله ازاي، في اكشن قد ايه. طبعا البلوك ده خد مني وقت مرحله جامده جدا عشان نشتغل عليه. ده بيتحرك من هنا، ده بيتحرك تمام يا جماعه. ده بقى الشغل التاني اهو. سكيل وده ستريتش، ده ستريتش برضو ناحيتين هنا وكذا سيكشن اهو وهكذا. طبعا يا جماعه الحاجات دي مش وليت لحظه او وليت وقت كده وخلاص، يعني لا بتاخد وقت. لو جينا نفتح مثلا التولز اوبشنز، في جدول يا جماعه اللي احنا عاملينهم زي ما عملنا المره اللي فاتت. وده في عمليه حسابيه اهي، الكتله بتاعته بتيجي ازاي والوزن بتاعه. طبعا الوزن بتاعته الوزن بتاع الكتله اللي هو الماس في دي 3 اللي هو ده اهيت اهي دي 3 اللي هي الخانه اللي قبليه، هنضربها في 2.5 اللي هي كثافه الخرسانه. هو الجدول ده اكستراكتد من سيل شيت؟ لا، ده تيبل موجود في الاوتوكاد، تيبل اهو. والتيبل بيتعامل مع، احنا قلنا شرحنا المره اللي فاتت الحكايه دي، التيبل بيتعامل مع المعادلات. احنا لو لمسنا كده يا جماعه هنلاقي فين؟ هنلاقي فينا اي بي سي زي الاكسل بالظبط. مش ممكن اشتغله في الاكسل، مش ممكن اشتغل المعادله في الاكسل واخدها زي ما هي كوبي بيست في الكات تنزل بنفس المعادله بتاعتها؟ ما انت اللي تعمله هناك هتعمله هنا، بس هنا اصل هنا ليميتد شويه مش زي الاكسل. الاكسل طبعا فيه معادلات كتير جدا، فانكشنز عنده اكتر من الاوتوكاد بكتير. فانت لو هتعملها في الاكسل هتاخد تعمل تاخد الكوبي هنا بحيث انك تاخده منه هنا، واخد بالك؟ اه طبعا ممكن. جدول الاكسل هو الجيت. ما هو بيبقى محفوظ جوه الجدول الاكسل، لما يعمل له امبورت جوه الاوتوكاد محفوظ جوه الاوتوكاد، ونفتح منه ونعدل فيه. طب عايز اوريك بس النقطه دي. فدي مثلا اهي، هنا عايزين نعمل له ايه؟ خمسة. فهنقول له بيساوي A خمسة زائد B خمسة. طبعا جابها أشكال مش مفهومة لأنه إيه، مفيش واحد هنا اتنين مثلا.
راح جايب التلاتة اهي. طبعا تظبيط الجدول هيبقى هنعمله alignment، هنقول له middle center اهو. وضحت كده يا جماعه؟ ده الجدول. المحاضره هترفع امتى؟ انا بس هعمل لها مونتاج بس وغيرها، ممكن بكره او بعده. حاضر انديه هندسه حاضر. الموضوع بيتكرر طبعا. الديناميك بلوك يا جماعه تطبيق، الديناميك بلوك تطبيق هتقعد تجرب كتير فيه، لانه هتلاقي في حاجات بتدخل معاك وتقعد تفتح وتقعد تجرب وتعمل له سيف وتقعد تعيده زي ما نعمل. الكاد العادي ومربوط بالاوتوكاد واي تحديث في الاكسل. هو الاكسل لو خدنا اكسل اهو، ده بقى اكسل عادي. لو قفلت الملف بتاعي هنا اللي هو ده، وده بقى هعمله جدول نزل بخلفية بيضاء، نقدر نسوده في اكسل عشان تاخد الفانكشنز اللي في الاكسل، لان الفانكشنز مش كلها في الاكسل اللي موجودة في الكاد. تمام، دي نقطة. لو انت عايزه زي ما حضرتك بتقول تاخده كوبي وتقول له انسرت. اشوف سناسيها هي هنا اختارها من هنا اهي. انسرت او لي اوبجكت، هتقول له اوتوكاد دروينج، تقول له اوكي. بس كده العلاقه بينه وبين او الرابط اللي بينه وبين الاكسل انتهى. يعني لو عديت في الاكسل مش هعدل هنا. فاحنا بنعمل عندنا الشكلين، يا اما اعمله اللي هو الخفيه البيضاء هيبقى اكسل عادي محفوظ جوه ملف الاوتوكاد معاه، او بيتحول لتيبل عادي. حد يستمع كلام من جد يا جماعه؟ ده ايه ده، دي تعويذه دي ولا ايه؟ العلب لا كدبرة. في سيستم بعمله، انا بعمل سيستم اوتوكاد للشركات، هو فوق موجود اهو. في جزء منه ان انا حاطط فيها، في جزء منه حاطه ان هو يشغل لك الرساله دي لما يشتغل. يعني انت الصبح فتحت الاوتوكاد فبيديك الرساله دي، دي بتدللك ان السيستم نزل خلاص، اتحمل السيستم، اتحمل فتعرف تشتغل عليه. لو عايزين نخلي وقت من المحاضرات بتاعت حضرتك بس ايه، لو حتى لو ربع ساعة، الأسئلة مثلا اللي عند الناس اللي ليه سؤال مثلا في الكات بره الكورس بتاعنا، يعني في مشكلة في الموضوع ده؟ مش مشكلة طبعا. احنا هو بس بحدد يعني يقول لي مثلا الموضوع فين، لو صغير هنقوله، لو موضوع كبير او موجود في الكورس معانا احنا هنأجله. لان هو حضرتك بص، احنا عندنا سيكونس ماشيين بيه في مواضيع ماشيين فيها. فهنا مثلا يعني مثلا هنا عملنا ديناميك بلوك. ازاي نعمل ديناميك بلوك؟ انا فاهم انا بتكلم تمام. الاتريبيوت اهو داتا اكستراكشن. فانا لما كنت بشرح من شويه بقول لي احنا كان في واحد بيكلمني اللي هو عايز يعمل دك، فبقول له داتا اكستراكشن مره على الاكس اف اهو هيتعمل.
لا انا اللي اتكلمت عن اللي الضغط. عند كان بيقول اللي اوت هنشرح بعدين. فكرة انك طول الموضوع اللي انت عايز تقوله فلو هو موجود معانا في السيكونس هنا هنحطه، هنقول لك استنى لما يجي صغير هنشرحه، لو كبير وموضوع عايز نقطة هنحط له طبعا نقطة هنا نقطة جديدة هنا ونشرحها. انت قلت لي مثلا هتقول لي الاكس ريف، ما احنا هنيجي في وقت ما هنشرح الاكس ريف. فلو جيت تقول لي مثلا انا عايز اشرح الاكس ريف هقول لك لا استنى اما نيجي اما يجي في الوقت بتاع محاضرة الاكس ريف. في هنا نقطة جديدة اللي هي الكلاود، ازاي انا وانت نشتغل على ملف واحد، مش ملف واحد بقى، مكان واحد نشتغل عليه زي عندك زي عندي، ازاي نشتغل احنا الاثنين في مكان واحد، ده هنشرحها برضه. انا فاهم كلام حضرتك اللي كنت اقصده، بس ايه، انا فاهم في سيكونس ماشيين بيه في الكورس وكل حاجه، وكتر الف خيرك يعني انت والقايمين نعم على البرنامج ده. اللي كنت اقصده مثلا ان في ممكن حد الفتره دي، حضرتك عارف كلنا يعني ماسكين شغل وشغالين، ممكن حد يبقى واقع منه حاجه في شغله محتاجها مثلا، او بيستعملها مثلا بصفه يوميه، فهو محتاج بس شرح فيها او اي حاجه. فبتكلم لو في كل خميس مثلا اخر 10 دقائق في الكورس، لو احنا مثلا كورس ساعتين او ساعتين وربع او اي ما يكون، ممكن نسيب 10 دقائق بس للحاجات البسيطه يعني. لو خلاص لو بس احنا معناش الباوربوينت الهايبتر، فممكن لو في حاجه جايه في بعد آه. كده اوكي خلاص مش مشكله مش هنسرق. بس لو حد ليه مثلا تعليق مثلا او حاجه مش قادر يشتغلها كويس على كده او اي حاجه، فده اللي انا كنت اقصده. بس يبقى في 10 دقايق بس اخر الكورس للي ليه سؤال في الاوتوكاد بصفة عامة يعني. بقول لك حاجة أحسن من أقول لحضرتك حاجة أحسن من كده كمان. الواتس بتاعي موجود، أي وقت عايز أي حد أي حاجة يبعت لي على الواتس واقفة معاه دلوقتي. يعني أنت حضرتك في المكتب دلوقتي ومشكلة واقفة معايا، لو أنا أونلاين معاك هقولها لك، لو مفيش طبعا لما أدخل على الواتس هقول لك كتر الحل خيرك المشكلة إيه كتر ألف في خيرك. ساعتها. يعني ما تقلقش، مش هنستنى يوم الخميس. تمام. وممكن حاجة تشرح بعد كده فأنا أقول لك حلها لك، يعني عادي. يعني الواتس تمام معاكم موجود والجروب موجودة، اشرح لي في الجروب، تسلم الواتساب تسلم موجود، اشرح لي في الجروب أو عن أي حد من الأعضاء. طبعا أي حد أهلا وسهلا بيه، احنا 50 عضو، يعني لو كل واحد مثلا لو 50 يتكلموا معايا أنا هقدر إن شاء الله ما تقلقوش يعني. بس تسلم اطلبوا، تسلم يا أنا ما باشا بتأخرش تسلم، في حاجة. كتر ماشي خيرك كتر ألف خيرك. بعد اذن حضرتك يا باشمهندس حسن. نعم. بالنسبه للاوتوليسب ده كورس هيبقى مستقل لوحده ولا ممكن نتكلم عنه في خلال الكورس ده ولا؟ هو الاوتوليسب كورس مستقل لوحده هيتعمل. انا عارف بس انا في جزء منه لو السيستم ده في انترودكشن بس للليسب، ازاي يعني ايه ليسب، لان هنا في السيستم فاريبل دي هتبقى متغيره، فازاي اعملها ثابته عندي في اللوحه. تمام. جزاك الله خير يا باشمهندس. لكن في جزء في طبعا في كورس هيتعمل بعد ما نخلص ده ان شاء الله، اذا كان يعني مرتبط بيه او هنشوف الاداره بس في البيم ارابيا، لو في وقت تاني مثلا هيبقى ايه هيدخلوا مع بعض، يعني هيبقى ورا بعض ان شاء الله الاثنين، الاوتوليسب والاوتوكاد ده بعد الاوتوكاد ده على طول. تمام الله خير يا باشمهندس. ولو حد عنده ليسب معين عايز يعمله يقول لي، لو قدرت اعمله هعمله له طبعا يعني، او ممكن يكون موجود عندي وانا هقول عليه. باشمهندس كنت عايز اسال حضرتك على حاجه. اتفضل. حضرتك تعرف الواي كيو ار؟ ايه الواي كيو ار؟ هو انا ما لسه ما ذاكرتش من الحضرات دي، بس هو في واحد على اليوتيوب بيشرح حاجه ادن بتدخل على الكاد وبيعمل بيها حاجات، هي بتبقى زي الليسبس كده والسكريبتات، فبس بتسهل الشغل جدا. فكنت عايز اسال يعني ايه هي الصيني دي؟ الصيني الصيني بالظبط. ايوه عارفها. هي دي فري اصلا ولا هي فري؟ طب يفضل ان احنا نستخدم دي ولا نشتغل على الكاد على طول؟
ما هي 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 دي مجموعه الاثبات موجوده عندك تستعملها، عايز تستعملها استعملها. وانا برضو نفس الحكايه، انا بعمل حاجات زي كده برضو اهي، اللي هي دي يعني الكشاف، دي شركه اسمها كشاف هنا. طبعا انا في زملاء موجودين معانا في الشركه هنا، موجودين في شركه كشاف. اندرا دي شركه اسباني، كاب دي شركه مصريه هنا. فانا نفس يعني حتى تلاقي نفس الشكل ونفس المبدا، بس دي طبعا متطلبات كل شركه بتطلب حاجه معينه فاعملها لها. تمام. طبعا حاجات مشتركه وفي حاجات حسب كل شركه بتطلب ايه. يعني مثلا تلاقي القائمه هنا فيها حاجات غير كشاف، ان في كشاف في الاركستراكشر ان بي كونت سيرفي، هنا في اندرا مش هتلاقي الحاجات دي، وكم مش هتلاقيها برضه، وهكذا. القائمه ديت هو واحد عامل حاجه عامه فتاخدها عندك بتعملها. طبعا غير حاجه خاصه لشركه معينه بتبقى الحاجه بتاعتها، طبعا البلوكس بتقسيمات بتاعتها اللي هي لو حد حضر معانا الكورس بتاع الستاندرد هيعرف. كان سؤال بس بعد اذنك شونس حسن، في جزئين انت كنت لسه شارحها دلوقتي. لما كنت شغال في الدايناميك بلوك اللي هي الحته اللي فيها الكوردينتس الاي والان، بس الاي والان هي طلعت كوردينتس. الكوردينتس دي كوردينتس اوتوكات ولا كوردينتس ايه بالظبط؟ الفيلد لو رجعت محطه الفيلد هتلاقيها. يعني اقصد مثلا احنا عشان شغلنا اهي، انا مثلا عشان لو بحط ساعات ليفلز للبايبنج او اي حاجه خصوصا خاصه بالانفراستراكشر او بالهاوس كونكشن، ممكن في الموقع يطلب لها كوردينتس او حاجه زي كده. فهل دي تفيدني في حاجه زي كده؟ ده كان سؤال بس يعني مش اكتر. بص هناخد ده مثلا بلوك ده الاي والان، الكوردينتس دي كوردينتس كاد يعني، دي أيوة. كوردينتس الاوتوكاد اه، بس دي اقدر اغيرها او اقدر انسبها يعني... لو معايا نقطتين مثلا في المشروع. حاضر. اتفضل اتفضل. حاضر. بص ده علاقته بالزيرو زيرو. لو بصيت على الزيرو، طب نلغيها بس ده عشان ايه تبقى باينه معانا. اوبشنز نلغي الدوت اللي ورا اهو، ادي الاي والان اللي هم الاكس والواي. حضرتك بص لما نعمل سيلكت للبلوك ده الانسيشن بوينت بتاعته هنا اهي، تمام كده. نقرا الاكس اللي هو اهي اهو، هو ده اللي هو اللي هو الاي هنا، الاي هنا، الاكس الواي هنا اللي هي 395، هنا 395. هو بيتنسب لل 0 0. لو نقلنا ده لل 0 0 اهو، راح لل 0 0. نشوف فين ال 0 0 بتاعتنا اهي اهو، ارى 0 0. فانت بيقرا كوردينيت للوحات حسب ال 0 0 بتاعك. طبعا ادام انت خدت في كوردينيت التوتال ستيشن هيشتغل على الكوردينيت بتاعت الدوله اللي هي الاي والان بتوع الدوله العاديين، اللي هو انا وانت هنشتغل عليهم حاجه واحده، فهو هيقراها. تمام تمام باشمهندس احمد دبهان، لا ابعت لي على الخاص وانا لان عايزك انت مخصوص يعني. باشمهندس احمد نبهان ده لان انا ليا صديق اسمه وليد نبهان، مش عارف بقى هتبقوا من اصدقاء ولا لا، فانت ليك معزه خاصه لان هو صديق اخ يعني. اتفضل معايا في الخاص وابعت لي وانا ابعت لك. المحاضره اللي فاتت والمهندس عمر برضو لو بعتها لك هيبعتها يعني، انا هجيبها لكم. انا رفعتها جروب. تسلم يا باشمهندس. كده وصل الاكس والواي كده بتوعك يا باشمهندس. تمام النقطه دي اللي بتسال عليها. تمام. يعني انا ماليش معزه يا باشمهندس حسن. طب تعالى كده وجرب. تعالى على الخاص وجرب. انا عنايه ليكوا كلكوا يا حاج. تمام. انا بس مش فاكر انت فاكرني ولا لا، انا كنت شغال معاك في اندرا لو تفتكر. فين ممكن مين معايا؟ طب انا احمد ادم، انا احمد ادم بتاع كونكورد. اهلا، ازيك يا باشمهندس؟ عامل ايه؟ الله يخليك يا باشمهندس. الله يبارك لك يا رب. تعال انت، لا تعال انت، تعال انت خاص بقى بجد. الله يخليك. السيستم ده انا كنت عامله في اندرا، لما انت طبعا شفت السيستم ده انا وريته لك قبل كده. ده كنت شغال بيه، وهو عندهم دلوقتي شغالين بيه يعني، او انا سايبه لهم يعني. لا لا بصمتك موجوده يا باشمهندس حسن، الله يبارك لك يعني. تسلم يا باشمهندس.
طيب احنا خلصنا الديناميك بلوك يا جماعه. الاتريبيوت، خش في الاتريبيوت يا جماعه، فايقين ولا كده كفايه؟ انا معاكم. المهندس جزاه الله خير رفع المحاضرات اهي، رفع. طبعا دول انا مقسمهم عملتهم بالموضوع، هنا المقدمه هي لوحدها وكل حاجه لوحدها اهي، ده الانوتيشن لوحده والفيلدز لوحده والجداول اهو وهكذا. قيس عمري، مهندس قيس من العراق. ازيك يا غرش باشمهندس شيماء. حبايبنا تونس، بس انا غلبكم في الكوره برضه. طبعا احنا بعيدا عن اي حاجه، انما بعض اشجع اللعبه الحلوه ايا كان اللي بيلعب بقى، يعني حتى لو مصر والجزائر، مصر وتونس، مصر والمغرب، انا بتفرج على الكوره بحب. يعني لو الجزائر لعبت كوره حلوه انا بقول الله عليك تونس، مصر، نبدا احنا كلنا اخوه كلنا اخوه في الله. طيب نكمل جزء الاتريبيوت ده. طبعا كلنا بلد واحد، طبعا ربنا بقى يدي الاحتلال على قد نيته وعلى اللي عملوا فينا ان احنا خلانا كل واحد لوحده. زمان كان الواحد بيسافر من المغرب لمكه عشان يحج ويجي لغايه عندنا احنا هنا، ناخد المحمل ونطلع بيه على السعوديه. ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله. طيب تحيا مصر، تحيا الوطن العربي، تحيا الاسلام كله. طيب يا جماعه احنا كده نخش على تريبيوت. في حاجه يا جماعه حد واقف، حد ده واقف حاجه كرييشن بس بتاع الاتريبيوت بعد اذنك يا باشمهندس اصلا. طيب حاضر. الاتريبيوت يا جماعه هو البروك بتاعنا دلوقتي اهو. عملنا بلوك اسمه W. البلوك عايزين بلوك جديد اللي هو ده. طب يا جماعه ايه رايكم نحط هنا بلوك فين؟ بلوك ايه هنا اهو، عايزين نحط اتريبيوت هنا ATT اتريبيوت اهو، اتريبيوت ديفينيشن نحطه هنا. التاج دوت يا جماعه ده اللي بيظهر لما بنيجي نعمل جدول سطر جنبها. التاج اللي هو ايه مثلا ده ال من هو؟ انا اسف ممكن بس الحته دي تاني، ممكن بس الحته دي تاني بعد اذنك. اي تي تي اتريبيوت اول اختيار فيه اتريبيوت ديفينيشن. هنا الاسئله اللي بتظهر لما اجي اعمل بلوك اديت اللي هم دول، لما اجي اعمل بلوك اديت اهو بيظهر لي ايه التاج برومبت والفاليو، هما اللي بيظهروا لي هناك هما اللي بعملهم. واقول له اتريبيوت واقول له مثلا هنا مانهول نمبر، مانهول نمبر. طبعا الاسم التاج ما بيبقاش فيه سبيس، فانا عايز اعمل مسافه او اندرسكور بقول له مانهول نمبر. ديفولت هو مان هول 101. انا هنا ممكن اعمل حاجتين، ممكن اخلي الام اتش داش تكست وبعد كده تعال نجربها احسن كده عشان ابقى اعدل على طول. الجستيفيكيشن هنقول له بوتوم ليفت والتكست هايت 2.5 اهو، ونقول له يا جماعه هنا نزلها لي هنا. عشان هعمل تكست عادي
في اللي هو المانهول نمبر. ماشي تمام يا جماعه. وهعمله بقى الجستيفيكيشن بتاعه رايت بوتوم رايت معانا في الشغل هتظهر معانا بعدين. طيب الاتريبيوت بتاعنا بقى هنشوفه اهم. نعمل اتريبيوت invisible دي اللي هو ما يتبعش مخفي بس يظهر معانا في data extraction كمان شوية. position ده بنحتاجه لما نعمله dynamic block. لما نعمل dynamic block والattribute ما يتحركش معانا يعرف ان هو بقى edit معانا هنا بقى ايه multiple. الصوت قطع بس مش مسلسل لمده دقيقه. الصوت قطع لمده دقيقه انا ما سمعتش حاجه فلو حضرتك ممكن تعيد بس بقى. احنا عملنا انت عملنا الاتريبيوت هنقول له اتريبيوت هنا هنعمل التاج بتاعه من هول داش نمبر. التاج لازم يكون ما فيهوش مسافات والتاجز لكل اتريبيوت مختلف عن الثانيه لان لو شبهنا اتريبيوت هتلاقي طلع بلون احمر. البرومبت ده السؤال اللي بيساله لك اللي هو احنا شفنا الثلاث حاجات دول لما نيجي نعمل بلوك من هول نمبر هنا ممكن مسافه بقى عادي. احنا مش عايزينه مالتيبل لاين احنا عايزينه من هول نمبر هيبقى 0 1. تمام كده يا جماعه. اللي بيهمني هنا اللوك بوزيشن. اللوك بوزيشن ده لما نعمل اتريبيوت ونلاقي لما نعمل دايناميك بلوك والاتريبيوت ما تفهم ان هو مش لوك فهنعمله لوك وهوريه لكم ازاي يتعمل بعد ما نعمل هنا. طبعا جستيفيكيشن والتكست ستايل. انا طبعا لو ظبط عندي تكست ستايل معين هيظهر معايا هنا الكيشن زيرو عارف كده بقى ده احنا عملنا هنا. ونقول له نجرب ما ظهرش هنا. طبعا انا هقول لو عملت اتريبيوت فيه وما ظهرش هعمل اتريبيوت. هو كان في مشكله في الصوت. كان في مشكله من الصوت من اول ما حضرتك ابتديت الجدول يعني اظنش حد سمع حاجه ف معلش لو حضرتك تعيد تاني بس. حاضر هعيد. حاضر طيب انا لو ما ظهرش معايا الاتريبيوت كده لو ما ظهرش معايا الاتريبيوت هتبقى انتريبيوت سينكرونايز. الامر ده ان تمام كده يا جماعه. هو طبعا موجود صغير هنا المشكله احنا عايزين ناخد الانتشن بتاع مع اللوحه. هنا بقى بيبين لنا ان هنعمل حتى البلوك نفسه ثابت انما الاتريبيوت تكست معانا. ونقول بعد اذن حضرتك يا باشمهندس. نعم معلش هو الصوت عمال يقطع فانا بعد اذنك معلش احنا تعبينك معانا النهارده. اقترح بس على حضرتك حاجه لو هو تقريبا على ما اعتقد ان الزوم بعد ساعتين بيبدا الكونكشن يبدا يبقى مش مستقر يعني على ما اعتقد يعني. تمام استاذن حضرتك لو احنا اجهدناك النهارده معلش انا معاكم ما تقلقوش نعمل واحده جديده معلش نكمل مره ثانيه. نكمل مره ثانيه ومعلش هو ممكن نخليها نبدا بيها اول المره الجايه بحيث ان الكونكشن بيبقى لسه قوي فنقدر نفهم على طول القصه. استاذنك يعني استاذ بعض الناس لو الناس عايزه تكمل اوكي انا معاكم يعني مفيش مشكله. هو اقتراح بس مش اكتر. احنا اللي تعبنا. طب ماشي يا جماعه ده انا كنت عايز اخش على داتا اكستراكشن كمان. طب بصوا لكم يا جماعه هو 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 يعني استاذ حسن كتر خيرك طبعا مجهود بارك الله فيك بس هو فعلا بعد ساعتين تركيزنا احنا حضرتك طبعا بروفيشنال في الحاجه اللي انت بتقولها فالموضوع بالنسبه لك بسيط وسهل بس احنا اللي بنستوعب فالواحد بعد ساعتين خلاص مستوى تركيزه بيبتدي ينهار شويه يعني ف
ماشي حاضر. لو ممكن طيب نكتفي باللي خدناه النهارده ده، نتدرب عليه وكده، فعشان خاطر ايه نملى تاني الاسبوع الجاي ان شاء الله معلومات اكتر يعني. شكرا. طيب هقول لحضراتكم حاجه، انا في حاجات ماشي حاضر، انا هعمل لغايه هنا، هنقف لغايه هنا كده وتجربوا يرد بقى لغايه كده. ماشي يا باشمهندس رومان، نقف لغايه هنا ونشوف تجربوا. وطبعا المحاضره هتترفع، طبعا هي محاضره واحده تبقى مرفوعه واحده، هنرفعها مره واحده تمام. اللهم صل على النبي. فهنرفعها و ما شاء الله بسم الله، هنرفعها واي حد عايز اي حاجه في اي وقت انا حاضر، يتفضل معايا في ابعت لي على الواتس على الجروب او على الخاص، انا حاضر في اي وقت. ماشي يا جماعه، كتر خيرك كتر جزاكم الله خيرك يا خيرا. استاذ حسن، ومتشكرين جدا على المحاضره الجميله دي. طبعا احنا شكرا بنشرح جزيلا يا فندم. بنشرح البلوكات عام او بنعمل شغل عام، ولكن كل واحد بيخصص البلوك في المجال بتاعه تمام. اشكركم يا جماعه، باشمهندس رويده اي وقت اتفضلي معايا في على المجموعه، ابعت لو اي حاجه وقفت قدامك في يا جماعه، اي حد يطبق ويقف معاه في حاجه انا حاضر تمام. باشمهندسه شيماء نفس عينينا طبعا، جزاك الله خيرا يا باشمهندسه سليمان، جزاك الله خير، جزاكم الله خيرا جميعا. أشكركم على الحضور. يعني يا باشمهندس روماني، روماني صح؟ روماني. طب في حد عنده استفسار قبل ما نقفل؟ ده الواتس بتاعي الخاص 002 012 65 95 5 8 7 9. ويكون باشمهندس نستنى سنة مش هنقفل، بس عشان لو عايز ياخد رقم الواتس ياخده. باشمهندس احنا باشمهندس عمرو احنا ممكن نسجل الشات دوت، ممكن يتسجل ويتحفظ ويبقى معانا. لو حد عنده فكرة عن الحكاية دي يا جماعة يا ريت يقول. طب ايه رأيكم بقى في يعني مفيش تفكير دلوقتي، فهنديكم بقى حاجات كده ايه ظريفة، الاثبات مجموعة الاثبات تشتغلوا بيها، ايه رأيكم؟ محدش هيفكر في حاجة، بس هتاخد ريكورد عنده بقى، ياخد عنده التسجيلات الحاجات دي. هفتح انا مش عايز اديك انا ممكن اديك كل حاجة عندي، ولكن انا هختار حاجات معينة كده كل مرة اديكوا حاجة، عشان انا لو اديك كل حاجة شوية حاجة هتاخدوها، ولو حد في حاجة معينة عايز يشرحها يبعت لي برضه يقول لي وأنا حاضر. ف كان البلوك بتاع الباشمهندس اللي بيتكلم أنا هقول لكم عليهم هنا وهربحه لكم حاضر هنا. ماشي ماشي يا باشمهندس سيد، هنا على الواتس وعلى التليجرام. معلش يا جماعة أنا آسف على اللي حصل في الجروب بتاع تليجرام، انا مانع فيه ان هو حد يكتب اي حاجه، حد يكتب يبعت لي على الخاص برضو في انا موجود يعني. لينك الجروب حاضر. استاذن بقى كده وهبتدي ابعت لكم الحاجات، هبعت لكم كل اسم كل واحد، هبعت لكم في بعض جوده عندي على اليوتيوب،
يا فخش خش الاسبات دي ناخدها ازاي يا باشمهندس حسن؟ ناخدها الاسبات دي ازاي؟ اللي على اليوتيوب هتلاقي موجود اللينك بتاعها، واللي تمام هبعتها دلوقتي هبعتها دلوقتي على الواتس وعلى التليجرام. تمام ولو تحط لنا لينك التليجرام كمان يبقى كتر خيرك. حاضر، انا بعته على موجود على الواتس وهبعته على. طب ما حضرتك في جروب الواتس؟ انا في جروب الواتس لسه مشترك على اوتوكاد ادفانسد مظبوط. طب كويس، عمرو بس من استاذنك اللي هو في اللي هو الجروب اوتوكاد في اللينك بتاع الجروب. ادفانسد نعم كده ادفانس. مظبوط بس هو مع كل لسب مشروع ده بيعمل ايه اللسب ده والاختصارات بتاعته؟ على اليوتيوب هتلاقيه، اه تمام. اللي هنا هنزل اسمه وهو بيعمل ايه والامر. حاضر هنزله. حاضر شكرا. تمام كده يا جماعة، حاجة تاني؟ بقول لكم ايه يا جماعة، ممكن بس في حاجة ظريفة هنا عشان نتعامل معاها احسن بقى. احنا عايزين ده الايميل، الايميل اهو والباسورد بتاعته اهي، وده كيو ار لي. هو ما فيش حاجة اتحطت على الواتس لحد دلوقتي. حاضر، ده ايميل يا ريت نفتحه يا جماعة كلنا. ماشي، وهتلاقي فيه ال هتلاقي فيه بقى الحاجات في ال على الدروب بتاعها او على الكلاود بتاعتها نفسها، هتلاقوا فيه الحاجات دي كلها اللي هو ده، هتقدر ارفع عليه الحاجات دي كلها.
وده هتلاقيه مكان ال ال وتفتح الايميل وتخش عليه ودي هتلاقي الكلاود اللي تخش في المحاضرات والاثبات هتلاقيها كلها موجوده. تمام كده يا جماعه؟ احنا ساعتين ونص دلوقتي ارهقناكم معلش، ولكن ان شاء الله نستفيد. مهندسه سميه بقى كانت بتقول ان هي كانت بتقول ان هي مهندسه سميه لو سمحتي خش على جروبس على الواتس واساليني وانا هقول لحضرتك. حاضر. مش من زمان حاضر بعتنا لك ال... معلش هو الجيميل اكاونت والباسورد ده في اللينك اللي حضرتك بعته ده اللي ندخله ده هنشتغل عليه في الكلاود بعدين، فانا برفع عليه الحاجات بتاعتنا اللي احنا الحاجات اللي انا هحطها هحطها عليه برضو. يعني يبقى عندك ثلاث اماكن، الواتس وعلى التليجرام وعلى الميل. تمام. الكلاود ده اللي هو ايه؟ مش فاهم يعني. ما تفتح ايميل، عشان ما تفتح ايميل الجيميل مش في درايف؟ مظبوط. في الدرايف بتاعه هو ده الكلاود. الكلاود اللي هو الكلاود اللي هي السحابه اللي هي مساحه التخزين بتاعتك في الايميل على الجيميل. فانت عندك 15 جيجا لكل ايميل، فبتلاقي الحكايه ممكن نحط فيها براحتنا الحاجات اللي احنا عاوزينها يعني. تمام. حسب الشات شمال بيحفظ الشات. حاضر. سيب الشات ماشي. تمام. تمام لقيته هو ده. انا سعيد يا جماعه بيكم، واتمنى ان التواصل يكون موجود في اي وقت عادي. انا مش انا موجود في اي وقت يعني عادي. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.